طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بإذن الله في هذا الفيديو راح أشرح اللي هو تشابتر 1 في مادة السولار ثيرمال انرجي سيستمز للدكتورة بشرية. طبعا السلايدات من ناحية المحتوى هي نفس محتويات الدكتور حشيشة، لكن شوي اللي هو الديزاين مختلف، لكن المحتوى بشكل عام نفسه، فيعني تقدرون تدرسون من نفس السلايدات، ما في مشاكل إن شاء الله. طيب، تشابتر 1 حنكون يعني عبارة عن introduction solar radiation. بما أن الكورس هو عبارة عن solar thermal energy systems، إيش هي solar thermal energy systems؟ أول شيء هي systems تحول السولار energy into thermal energy، يعني أحول السولار radiation coming in into heat. الهيت هذه ممكن اللي هو أسخن فيها مي، أستعملها مثلا other uses، يعني أي شيء اللي هو يكون فيه heat أقدر أستعمل هذا السيستم solar thermal. كان في عندنا اللي هو قبل كان في كورس اللي هو السولار بي في سيستمز، هذاك كان يحول اللي هو السولار راديشن انتو الكتريكال انرجي. طيب، لكن هذا يحول السولار راديشن انتو ثيرمال انرجي اللي هو هيت، فهذا الاختلاف بيناتهم. اثنيناتهم يستعملون السولار راديشن از ان انبوت، بس واحد منهم يطلع الكتريكال وواحد منهم يطلع ثيرمال. طيب، اول شيء اللي هو تشابتر 1 عن ايش حيتكلم؟ حيتكلم عن انتدكشن تو سولار راديشن بشكل عام. طيب، فتشابتر 1 حيتكلم اللي هو عن السولار راديشن بشكل عام، لانه هو الانبوت انرجي، فلازم اللي هو اعرف اكثر عن السن، ايش اللايرز مالتها، ايش درجه حرارتها، اخذ معلومات عنها اكثر، بعدين كيف اللي هو السن اللي هو كيف مثلا اقيس اللي هو البوزيشن مال السن، كيف اقيس موقع الشمس في السماء من بالنسبه للناظر من الارض، يعني بالنسبة للأرض إيش الموقع مال السن، وإيش ممكن اللي هو تتحرك التوقيت، يعني الزمان والمكان مال الشمس بالنسبة للأرض، لأنه هذا بالنهاية حيفيدني اللي هو عشان اللي هو لما أحط السولار كولكتر أعرف بالضبط إيش الأوبتيمال أورينتيشن، كيف اللي هو أحطها، هل بس يعني أحطها وخلاص يعني، ولا في مثلا أنجلز معينة، في أورينتيشن معين يعطيني الأوبتيمم ذا ماكسيمم سولار راديشن إنبوت. أنا بالنهاية أريد أسوي ماكسيمايز سولار راديشن، more input معناها more output. طيب، فهذا الشابتر 1 حيتكلم عن هذه بشكل عام، اللي هو radiation reception on earth solar angles, interaction of radiation from the sun, solar time, sun path diagram, modeling solar radiation. فكله حنركز لو تلاحظون على solar radiation والpositioning of the sun وكذا. طيب، بالنسبة للsun composition and energy، الcomposition مال السن عندك عدة layers. طيب، في عندنا الكور اللي هو هذا، طيب اللي هو هذه الدائرة اللي هو from 0 to 0.23 times R، هذه معناها تقريبا يعني تقريبا ربع الراديوس، الR اللي هو التوتال راديوس، فهذه 0.23 times R هو هذا الكور، من 0 to 0.23 R هذا الكور. طيب، الكور ايش مزايا؟ اللي هو 90% of the total generated energy يكون في الكور، يعني لانه الشمس تتكون من هيدروجين 75% والهيليوم 23% other components ومهمين، فاصلا هي عباره عن يعني الشمس هي عباره عن big fusion reactor. شايفين هاي المفاعلات النوويه، فالشمس ترى عباره عن بس مفاعل نووي لكن ضخم جدا بطاقه يعني كبيره جدا. وين تصير هاي الطاقه او وين يعني يصير لها generated؟ من وين قاعد تصير؟ عند الكور. هنا 90% تقريبا من هاي الانرجي قاعد تطلع من الكور. طيب، ودرجه حراره الكور نتيجه الفيوجن رياكتور، يعني نتيجه ال البارتيكلز اللي داخل واللي قاعد يصير فيها فيوجن رياكشن وكذا، من 8 الى 40 مليون كلفن. 8 الى 40 مليون كلفن، طبعا كلفن هنا تقريبا اللي هو نفس السلسيوس، لانه لو تنقصون هنا ماينس اللي هو 273.15 ما راح يصير شيء يعني لهذا الكلفن. فتقريبا تقدرون كسكيل من 8 ل 40 مليون سلسيوس تقريبا، يعني فتخيلوا 8 ل 40 مليون سلسيوس هذا الكور. طيب، فهذه اهم معلومتين تقريبا عند الكور. بعدين بعد الكور اللي هو من 0.23 ار ل 0.7 ار اللي هو هذه الاوتر لوب. طيب، هذه اوكي، الرسم معوق لكن ما عليكم. الاوتر لوب هذه التمبريتشر مالتها على هذه الزاويه طبعا حتنقص، يعني هذه جنريتد انرجي 8 تو 40 مليون كلفن. فهنا من هنا لهنا وات از ذا مين سورس اوف ترانسفيرنج هيت او راديشن
او الايراديشن راديشن. فذس يعني الهيت از ترانسفيرد باي راديشن من هنا الى هنا. طيب ف وين هيت از ترانسفيرد باي راديشن اكيد حيكون في لوسز، واكيد ما حتكون درجه الحراره كلها او الهيت كلها اللي حتجي هنا حتروح لهنا. لا، مثلا هنا درجه حراره 8 تو 40 مليون كلفن، هنا على هذا الايدج يطلع تقريبا 130 الف كلفن. 130 الف كلفن هذا على الايدج اللي هو هذا هنا. والمين سورس اوف هيت ترانسفير هنا الراديشن. طيب بعدين اللي هو من هذا 0.7 ار للاوتر، هذا الاوتر لاير. طيب هذا الاوتر اللي هو مال السن، هذا يسمونه اللي هو الفوتوسفير. طبعا المين سورس اوف راديشن هنا حيكون كونفكشن من هنا لهنا. فهنا الجنريتد انرجي بعدين الهيت ترانسفير باي راديشن يوصل 130 الف كلفن، وهنا كان 8 ل 40 مليون كلفن. وبعدين هنا اللي هو باي كونفكشن درجه الحراره هنا اوف ذا فوتوسفير اللي هو تقريبا 5785 كلفن، اللي هي هذه تقريبا هذا اللاير اللي هو من هنا من الاوتر لاير هذا الى هذا. طيب هذه المسافه الصغيره هذه. طيب هذه اللي هي اللاير هو هذا الفوتوسفير اللي هو تقريبا درجه حرارته 5785. بعدين الطبقه اللي وراها اللي هو هذا اللاير، اللي هو هذا اللاير اللي وراه اللي هو هذا، عفوا اللي هو هذا بين هذول الخطين، هذه اللي تحت فوتوسفير، هذه يسموها كروموسفير. الكروموسفير تقريبا درجه حرارتها 5000 كلفن. وبعدين اللي برا اللي هو الكورونا، الطبقه الاوتر لاير. طبعا اللي هو سيفرال يعني كيلومتر ثيكس اللي هو مليونز تقريبا، لانه هي تقريبا هذه من الاوتر لاير للسبيس تقريبا لمسافه معينه. لو تشوفوا مثلا بالصور ولا كذا ولا بالوثائقيات تشوفوا مثلا الغازات هنا تدور وكذا وتطلع لدرجه معينه وبعدين لمسافه معينه بعدين ترجع تصير مثل يعني التيارات هنا. فهذه هي طبقه الكورونا، هاي الطبقه الخارجيه توصل درجه حرارتها ل 1 مليون كلفن. طبعا في اسباب اللي هو ليش الدرجه يعني المفروض هي تنقص، صح؟ المفروض هنا عندنا 8 تو 40 مليون كلفن، بعدين هنا اللي هو 130,000 كلفن باي راديشن، وبعدين هنا اللي هو 5785 باي كونفكشن، وبعدين اللي هو كروموسفير 5000، بعدين المفروض اللي هو الكورونا المفروض يكون اقل، لكن هو الكورونا وصل ل 1 مليون كلفن. طبعا في اسباب لكن يعني مو مهمه بالنسبه لنا، تقدرون ترجعون مثلا لريسيرشز وكذا وتعرفون شنو هي. فاحنا قلنا ليش اللي هو نريد هذه، ليش نريد نعرف الاستراكشر مال السن؟ عشان نعرف، لان هو المين سورس اوف انرجي، لازم انا اعرف مصدر طاقتي شنو الاصل ماله، من وين قاعد يجي. طيب فهو هذا الكلام اللي قلت لكم عنه. فلو تلاحظون انه ايوه طبعا الفوتوسفير هي السورس اوف ذا موست سان لايت، يعني من ناحيه الجنريتد فالكور هو 90%، لكن هو الهيت از ترانسفيرد باي راديشن ترانسفيرد باي كونفكشن وبعدين از ترانسفيرد اللي هو تو ذا سبيس وبعدين حيصلنا للايرث احنا. طبعا هو كيف مثلا ترانسفيرد؟ ممكن اللي هو باي راديشن اند كونفكشن بعدين يصل للكولكتر مالتنا اللي داخل الايرث يعني. ف وات از ذا سورس اوف ذا موست ايميتنج سان لايت او اللاير؟ هذا الفوتوسفير. فالفوتوسفير هو السورس مال موست اوف ذا سان لايت. فلو تلاحظون الشمس هي ليست يعني كتلة واحدة طيب في درجة حرارة معينة، وإنما عندك different layers، عندك عدة layers كل layer بدرجة حرارة معينة، وكل layer ينتج طاقة، أو يعني في layers اللي هو 90% ينتج طاقة، وفي layers تانية تنتج طاقة، وفي layers اللي هو تمتص الطاقة وبعدين اللي هو تسوي لها emission absorption and emission. فلو تلاحظون الإيميشن اللي جاي من السولار راديشن مثلا اللي جاي للإيرث، طبعا هاي احلى شمس، المهم يعني رسم تعبان. فالسن رايز اللي طالعه من الشمس وواصله الارض هي بالحقيقه ليست ات سيرتن تمبرتشر، هي بالحقيقه اللي هو مجموع الديفرنت لايرز اللي قاعد تجي هنا. مثلا فوتوسفير از ذا يعني موست اوف ات، يعني لايت برسنتج كمز فروم ذا فوتوسفير ات 5785 كلفن، لكن في لايرز البقيه قاعد تساهم في الايميشن. ف ايش معنى ديفرنت تمبرتشرز؟ ديفرنت تمبرتشرز طيب معناها different energies، صح؟ الايميشن الجاي من السن
ما دام عندنا ديفرنت ستراكشرز وديفرنت او ديفرنت لايرز وديفرنت تمبرتشرز، ما هتطلع لنا اللي هو ديفرنت انرجيز. ديفرنت انرجيز معناها ديفرنت ويف لينكس، لانه الاشعه الجايه من الشمس او الراديشن هو عباره عن ويف. طيب الويف اللي هو مثل هذا الشكل، طيب اللي هو ويف مثل الفولت سيجنال ولا مثل الكرنت ولا مثل الصوت الساوند، فينتقل كويف يعني يزيد وينقص ويزيد وينقص over a period of time، أو حسب اللي هو الويف لينث اللي هو المسافة بين هذه وهذه، هذه يسموها الويف لينث. طيب هذه اللمدة، فلو تلاحظون بما أنه عندي different temperatures معناها حيعطيني radiation أو waves at a different wavelengths. فمثلا إذا كان عندي wave length قليل معناها energy عالي، وإذا كان عندي wave length عالي معناها energy قليل. طيب ف نجي اللي هو على بعض المصطلحات اللي هو الايريديانس، اللي هو ريت ات ويتش سولار انرجي ريتشز يونت اريا اون ايرث، اللي هو كم الطاقه اللي تجي لو عندي 1 متر سكوير، لو عندي مثلا سيرفس اللي هو مساحته 1 متر سكوير، كم الطاقه يعني الوات اللي حتجي يعني افري سكند، كم الطاقه اللي حتجي بير متر سكوير اوف ذس سيرفس. طبعا هذه على الايرث يعني. طبعا ليش مهم هذا الراديشن؟ لاني اريد اعرف اللي هو وات بير متر سكوير، اريد اعرف الماكسيموم. الماكسيموم حيفيدني اعرف كم الماكسيموم جنريشن، لانه اذا كان عندي ماكسيموم انبوت، مثلا عندي سولار كوليكتر هنا، اذا كان عندي ماكسيموم انبوت معناها ماكسيموم اوتبوت تقريبا يعني في غالب الاحيان يعني. فاذا كان عندي وات بير متر سكوير از ذا ماكسيموم، فهذا حيكون عندي اللي هو الماكسيموم اوتبوت. فانا اذا كان عندي سيستم اريد اعرف كم الماكسيموم اوتبوت اوف ذس سيستم، هذا يفيدني بعدين اللي هو مثلا اقدر اعرف كم الطاقه اللي هو الماكسيموم مال السيستم، عشان مثلا اعرف كم الماكسيموم لود اللي اقدر احطه عليه، او في اشياء ثانيه ممكن استفيد منها. طيب فهذا الايريديانس، ومو بس يهمني اني اعرف الماكسيموم الايريديانس، اريد اعرف اللي هو الفاريشن اوفر تايم، لانه الايريديانس يتغير مع مرور الوقت. يعني خلال النهار ما راح يضل اللي هو وات بير متر سكوير ثابت، لا حيتغير. فاحتاج اعرف اللي هو الفاريشن اوف وات بير متر سكوير، عشان اللي هو اعرف مثلا اللي هو ممكن اللي هو اقدر اسوي اللي هو ستورج سيستم. اذا اريد احط ستورج، يعني مثلا السولار راديشن، انا اعرف من سولار بي في كورس، السولار راديشن مثلا من السن رايز تصعد لحد السولار نون اللي هو البيك وبعد تنزل. طيب فهذا الانبوت، وتقريبا الاوتبوت مثلا حيكون اقل بشوي، مثلا حيكون الاوتبوت حيكون هيج مثلا. طيب هذا الاوتبوت مثلا الكتريكال مال السولار بي في او الثيرمال، حيكون تقريبا بهذا الشكل، او ممكن يكون اقل، ممكن يكون يعني ممكن يكون شوي هنا يعني شخطات او كذا، يعني مو اكيوريت. المهم حيكون اقل. فانا ما يهمني بس اللي هو الماكسيموم، هذه يهمني هذا الفاريشن اوفر تايم، هذا الفاريشن. ليش؟ عشان مثلا بعض الاحيان عندي انبوت اللي هو هذا، بس افرض مثلا عندي اللود يتغير مثلا بهالشكل. طيب اللود بهالشكل، فاللود ممكن يكون احيانا اقل اكبر من السولار راديشن، وممكن يكون احيانا اقل من السولار راديشن. طيب فهنا احتاج اللي هو اسوي ستورج سيستم تو ميت ذا ديماند، اللي هو اعرف كم الفاريشن اوفر تايم. ومو بس مهم اني اعرف الماكسيموم والفاريشن اوفر تايم، مهم اني اعرف اللي هو الاراديشن، اللي هو التوتال، اللي هو كم التوتال، كم التوتال انرجي اللي هو الاريا اندر ذا كيرف. طيب لانه هذا الايريديانس تايمز تايم، فالايريديانس اندر ذا كيرف او اللي هو الانتجريشن سميشن عفوا، فهذه حتعطيني الايراديشن اللي هو التوتال انرجي. فهذه طبعا وحدتها يا تكون اللي هو وات اور بير متر سكوير او جول بير متر سكوير. كم التوتال راديشن ذات اي ريسيفت بير داي فور ذس 1 متر سكوير سيرفيس. طيب فهنا مهم. ليش؟ عشان مثلا لانه اذا عندي لود معين، مو بس مهم اني اتاكد منه كل نقطه في الزمن او كل ثانيه او كل ساعه انه عندي الباور ميتس ذا باور، لا، احتاج همين انه اوفر ذا هول داي او اوفر ذا هول مانث او اوفر ذا هول يير يكون التوتال انرجي البروديوست هو نفسها الانرجي كونسيوم من اللود. فهذا مهم. فثلاث اشياء مهمه: الماكسيمم راديانس والفاريشن اوف راديانس اوفر تايم والراديشن هو الانرجي. طيب انواع الراديشن عندنا بيم راديشن اللي هو الدايركت، يعني طبعا هذا لو تروحون مثلا للريسيرش ولا او مثلا تروحون للنت
هتلاقون البيم راديشن يسمونه دي ان اي، طيب دايركت نورمال راديانس هو نفسه بيم راديشن. وفي عندنا ديفيوز راديشن اللي هو هذا الديفيوزد اتش اي، ممكن يكون اتش اللي هو ديفيوزد هوريزونتال راديانس. وفي عندنا التوتال اللي هو الجلوبال هوريزونتال راديانس. في عندي توتال، في عندي ديفيوز، وفي عندي بيم. طيب البيم اللي هو الدايركت، مثلا اذا عندي هاي الشمس، خلينا نشوف هاي الصوره. اذا عندي الشمس فهذا الراديشن جاي من الشمس لحد ما يصل للايرث والاتموسفير وبعدين يدخل داخل، فهذا الكومبوننت هو هذا البيم راديشن اللي ساقط. طيب وفي عندنا الديفيوز، ممكن مثلا عندي بارتيكلز هنا، طيب ويجي مثلا السولار راديشن بهالشكل، طيب وبعدين ينعكس بهالاتجاه، فهذا الديفيوز. وفي عند التوتال اللي هو مجموع الديفيوز والبيم. طيب مصطلح ثاني اللي هو سولار كونستانت. سولار كونستانت اللي هو amount of incoming solar radiation per unit area incident on a plane perpendicular to the rays. شنو معناها؟ اذا حطينا بلين، يعني الاريا مالتها مثلا 1 متر سكوير، حطيناها at the outer layer of the atmosphere، هنا عندي الارض وهنا في عندي الغلاف الجوي، اذا حطيناها برا مواجهه باتجاه الشمس، طيب كم السولار راديشن اللي حتجي عليها هنا اللي هو وات بير متر سكوير بير يونت اريا اوف ذس اوف ذس سيرفيس؟ هو هذا يسمونه السولار كونستانت. السولار كونستانت هو يساوي 1367 وات بير متر سكوير، اللي هو دي دايركت راديشن ريسيفد فروم ذا سن اون ا سيرفيس بير متر سكوير بير يونت متر متر سكوير اوف ذس سيرفيس at the outer rim of the atmosphere، يعني خارج طبقة الغلاف الجوي. طيب طبعا الراديشن انتنسيتي اون ذا سيرفيس اوف ذا سن 6.33 تايمز 10 تو ذا باور 7، يعني هنا الراديشن تطلع 6.33 لكن هذه تروح بكل الاتجاهات اللي يصل لنا منها كدايركت بس 1367، لو تلاحظون يعني كمية اللوسز اللي من هنا لهنا. طيب السولار راديشن مهم جدا اني اعرف السولار سبيكتروم مال السن. شو معنى سبيكتروم؟ سبيكتروم معناها الفاريشن اوف ذا سولار انرجي او راديشن اوفر ديفرنت ويف لينكس. طبعا انا قلت لكم من قبل انه لانه بسبب الشمس عباره عن ديفرنت لايرز، صح؟ ان الشمس عباره عن ديفرنت لايرز، صح؟ فكل واحده هذا سيرتن تمبرتشر، فمو هي مو تمبرتشر واحده قاعد تعطيني اللي هو ويف لينكس واحد، لا قاعد تعطيني ديفرنت ويف لينكس، فلازم اسوي بلوت ات ايتش ويف لينكس. لازم اسوي بلوت اللي هو هذا ات ايتش ويف لينكس كمل راديشن انتنسيتي، وبعدين اسوي له اون وان جراف هذا البلوت. فلو تلاحظون 44% من الطاقه اللي جايه من السن كمز از فيزبل لايت اللي هو ات شورت ويف لينكس، و37% از انفراريد، طيب و7% از الترا فايولت، والبقيه طبعا اللي هو في عندك الفير انفراريد وفي عندك الاشياء الثانيه 11% و 21%. فلو تلاحظون البيك، لو تلاحظون انه هنا الراديشن انتنسيتي هنا مثلا يكون قليل لكن هنا بعدين يزيد بعدين يوصل لبيك معين بعدين ينقص. البيك وين يكون؟ بالفيزبل لايت تقريبا بالجرين. فالبيك هابنز ات فيزبل لايت اللي هو شورت ويف لينكس، طيب لانه في عندنا هاي ويف لينكس اللي هو مايكرو ويفز، تي في ويفز، شورت راديو ويفز، اي ام راديو ويفز. ف البيك هابنز ات شورت ويف لينكس. هذه بالنسبه للسولار سبيكتروم اللي هو الراديشن ذات كمز فروم ذا سن. لكن هذا الراديشن ذات كمز فروم ذا سن لما تجي للارض هتمتصها، صح؟ وجزء منها حتنعكس. هذا الجزء اللي يمتص بعد فتره حيصير له ايميشن، يعني ما راح تظل تحتفظ به الارض لفتره طويله، حترجع اللي هو تسوي له ري راديشن. طبعا الري راديشن حيكون ات لونج ويف لينكس، يعني ات لو انرجي. طيب فاذا كانت اللمدة قليله معناها انرجي عاليه، اذا كانت اللمدة عاليه معناها انرجي قليله. فالانرجي اللي جايه من السن عاليه معناها شورت ويف لينكس، اما الانرجي اللي ري راديتد فروم ذا ايرث اللمدة مالتها عاليه معناها الانرجي قليله، لانه السن از فيري هوت والايرث يعتبر كولر يعني كومبير تو ذا سن. طيب فاحنا قلنا انه the incoming radiation from the sun is short wave، يعني معظمه short wave،
و the emission from the earth is long wave. طيب كيف اللي هو solar radiation that comes from the sun, هذا السبيكتروم, هذا السبيكتروم اللي نتيجة شنو, هذا من وين حصلناه؟ هذا اللي هو نتيجة اللي هو عدة عوامل. الراديشن لما يجي من الفضاء يدخل الأتموسفير, طبعا 16% يمتص من الأتموسفير. طيب أتموسفير اللي هو مثلا الغلاف الجوي, مثلا يكون فيه غازات مثل مثلا الكربون دايوكسيد, الووتر فيبر اللي هو الرطوبة, أكسجين, أوزون. فهذا شنو, هاي الغازات الموجودة في الغلاف الجوي تمتص بعض اللي هو الراديشن 16% وتسوي ريفلكت للبقية, تسوي ريفلكت لبعضها يعني. وفي عندنا كلاودز, الكلاودز همين اللي هو تمتص اللي هو بعض السولار راديشن وريفلكت سم, فهنا ريفلكشن وابسورد باي كلاودز, في عندنا ابسورد باي اتموسفير ريفلكتد باي اتموسفير, وفي عندنا جزء يمتص من الارض وجزء ريفلكتد. طيب فهذا مجموع الاصفر هذا هو 100%. طيب شايفين البارتس ذات ار ابسورد باي ذا ايرث وابسورد باي ذا اتموسفير وابسورد باي ذا كلاودز, بعد فترة ما راح تحتفظ بهذا الراديشن, حترجع اللي هو تسوي لها ري راديت, يعني حتسوي لها ايميشن. الايميشن هذه ات لونج ويف لينكس اللي هو مثلا من الايرث سيرفيس, من الكلاودز, ومن اللي هو اللي من الاتموسفير اللي هو ووتر كربون دايوكسيد, هذا نفس الاتموسفير. فبس هذا عشان اللي هو يعني عرفنا كيف السبيكتروم مال السن طلع لنا بهالشكل, ليش طلع لنا بهالشكل يعني. طيب ف احنا قلنا على اللي هو الاتموسفير عندنا غازات معينه, وقلنا على ذات السكاترينج. السكاترينج اللي هو لما يكون مثلا في نتيجه اللي هو الـ نتيجه هاي الغازات الموجوده, او مثلا عندي دست ولا عندي ايس ولا عندي ووتر دروبس ولا عندي اير موليكيولز, ففي لما تيجي اللي هو السولار راديشن هنا, طيب ممكن اللي هو ممكن ما تمتص, طيب ولا اللي هو تصير ريفلكتد, ممكن اللي هو سكاتر فتطخ بهاي وبعدين يعني تغير اتجاهها. فهذا طبعا السكاترينج هو اللي يسبب الديفيوز راديشن اللي تكلمنا عنه, الديفيوز هذا تكلمنا عنه. طيب فطبعا هذه بدون ما تقلل اللي هو الانرجي, يعني مثلا اذا جايه هنا انرجي مثلا ب 50 واط بير متر سكوير, فبس حيتغير اتجاهها, ما راح تمتص مثلا وحيصير الترانزميشن بعضها مثلا يطلع 40, لا حتظل مثل ما هي بس تغير اتجاهها. فهذه بس ظاهره ثانيه اللي هو للبارتيكلز ذات ار انسايد ذا اتموسفير. فلو تلاحظون الويذر كونديشن واللي هو يختلف من مكان لمكان, مثلا اوروبا ولا امريكا ولا الخليج ولا شرق اسيا ولا كذا, كل دوله لها ويذر مختلف. وبما انه الويذر كونديشنز مختلف وديفرنت ووتر فيبر بارتيكلز ديفرنت اتموسفير كونديشنز, معناها عندي ديفرنت اللي هو الديفيوز والبيم راديشن, فتختلف من منطقه لمنطقه. طيب فتكلمنا شوي عن السولار ستراكشر او السن ستراكشر عفوا, وعن السولار سبيكتروم وايش يصير لما يصل للايرث. طيب خلينا شوي نتكلم عن علاقه السن بالايرث من ناحيه اللي هو اللوكيشن. طبعا احنا نعرف كنا انه الارض يعني تدور حول الشمس وبنفس الوقت تدور حول نفسها. طبعا الارض تدور حول الشمس ليس في مسار دائري وانما في مسار بيضاوي, طيب إليبتيك يسمونه إليبتيك أوربت, بحيث اللي هو في بعض الأحيان تكون الأرض قريبة من الشمس وفي بعض الأحيان الأرض بعيدة عن الشمس. ففي عندنا اللي هو different points اللي هو different dates inside the year اللي هو يهمنا اللي هو نعرف اللي هو شو هم, أو يعني we define them. في عندنا اللي هو 21st of December, هذا يسمونه winter solstice, وفي عندنا اللي هو 21st of March, عندنا اللي هو يسمونه spring equinox, وعندنا ال 21st of June اللي هو يسمونه summer solstice, وعندنا 23rd of September أو 21st يعني حسب اللي هو الـ autumn أو الفول equinox. وفي عندنا هذه اللي هو الأربع نقاط اللي هو تمثل تقريبا الأربع أشهر يعني كيوم واحد الأخذ من الأربع أشهر. وفي عندنا نقطتين مهمات بعد اللي هو 3rd of January اللي هو الأرض تكون أقرب شيء للشمس, طيب وفي عندي 3rd of July الأرض تكون في أبعد شيء عن الشمس. طيب ممكن واحد يقول إيش فائدة إني أعرف هالكلام؟ بعدين اللي هو لما تعرفون اللي هو لأني لما أريد أحدد اللي هو position of the sun in the sky, أو أعرف اللي هو موقع السن خلال اليوم خلال الشهر خلال السنة,
احتاج اعرف اللي هو شنو العلاقة من ناحية من ناحية الدوران الأرض حول الشمس. طيب في النهاية عندنا سؤال, why does summer have more solar radiation than in winter despite the sun is more closer to the earth in winter. فلو تلاحظون بالوينتر هنا السن أقرب صح, فالمفروض منطقيا أنه الراديشن that comes from the sun is higher at winter than in summer. بس احنا نعرف أنه الراديشن يعني أكبر بالصيف يعني. طيب شنو الأسباب؟ فعندنا ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو أنه التاريخ أو عفوا طول اليوم طول النهار بالسمر أكبر. طيب فبما أنه طول طبعا هاي solar radiation معناها شنو؟ معناها energy, هو ريدي هذا watt hour per meter square أو يعني joule per meter square whatever حسب الوحدة يعني تريدوها أو kilowatt hour per meter square. فالانرجي احنا قلنا شنو integration of the area under the curve, مثلا عندي هنا intensities مثلا watt per meter square مثلا at اللي هو مثلا 6 AM at 7 at 8 at 9 حد ما توصل 12 نون وبعدين تبدا تنقص لحد اللي هو السنسيت لحد ما تغرب الشمس. فهذا الانتجريشن اندر ذا كيرف هو هذا الراديشن او الايراديشن. طيب ليش هذا الانتجريشن اندر ذا كيرف از هاير ان سمر؟ عندنا ثلاث اسباب رئيسيه, اما بسبب بسبب انه طول النهار اكبر يعني عدد ساعات النهار اكبر بالصيف من الوينتر, بالتالي مور اللي هو لما اضرب الباور بالتايم هتطلع لي اكثر من ناحيه الانرجي. باور ضرب تايم او اسوي انتجريشن اندر ذا كيرف نفس الشيء يعني, لان الباور از نوت كونستنت فاسوي انتجريشن. فالسبب الاول انه طول النهار اطول في السمر. السبب الثاني اللي هو انه ارتفاع الشمس في الافق, ارتفاع الشمس في السماء في السمر اعلى. يعني مثلا اذا عندي سولار كولكتر هنا الشمس حتكون بالسمر هنا, طيب الشمس هنا, اما بالوينتر مثلا حتكون يعني منخفضة بالسماء. فأنا السولار راديشن اللي يجي للكوليكتر بهالشكل حيكون تأثير أكبر من هذا, لأنه الإفكتيف سولار راديشن نعرف اللي هو الإفكتيف سولار راديشن اللي هو البربنديكولار تو ذا سيرفيس اللي هو هذا بربنديكولار أو هذا اللي هو بربنديكولار صح. فلما يجي اللي هو كلما انخفضت الزاوية مال الشمس بالأفق معناها الراديشن او الراديانس ات ذس بوينت حيكون اللي هو اقل. فبسبب انه الشمس اعلى في الافق في السماء من ناحيه السمر, وبسبب انه طول النهار اكبر, وبسبب انه السمر ما يكون فيه امطار عاده, ما يكون فيه غيوم عاده, ما يكون فيه ثلج, طيب ممكن يكون فيه غبار وممكن يكون فيه رطوبه, لكن الاشياء اللي هي مثل المطر والكذا تاثر اللي هو اكثر من مثلا في الدول الاوروبيه ما عندهم مثلا جدا اللي هو ما عندهم رطوبة جدا عالية او غبرة او كذا, فيحصلون اللي هو ال الراديشن بالسمر اعلى لان ما عندهم مطر ولا غيوم ولا سنو. طيب فهذه ثلاث اسباب الرئيسية اللي هو more hours of sun اللي هو الدي لايت, و the sun rays come in at a steeper angle. steeper angle معناها اللي هو هذه يعني انجل اعلى. طبعا افضل شيء انه يكون الشمس فوق الكوليكتر بالضبط, اذا تكون فوق هذه الماكسيمم راديشن كلما قلت يعني كلما صارت هنا وصارت هنا قاعد يقل. طيب نفس الشيء هنا, وهم هنا لانه الاتموسفير لايرز هاف فيور لايرز معناها شنو؟ معناها الديفيوز حيقل. طيب فيعني تقريبا الراديشن اللي هو قاعد يتشتت او قاعد يصير سكاترينج قاعد يقل. والوينتر العكس, عندك fewer hours وعندك the sun rays comes at a shallow angle, هذه قلت لكم عليها اللي هو lower angle, وبسبب انه اللي هو have more layers for atmosphere to filter through معناها اللي هو have more rain, I have more snow, clouds, ما اعرف شنو, هاي كلها تسبب اللي هو تأثر اللي هو على الراديشن. طيب في شيء اللي هو يسمونه extra terrestrial solar spectrum. الاكسترا تيرستير هذا اللي قلنا لكم عليه اللي هو السولار راديشن ذات اكسترا تيرستير اللي هو اوتسايد ذا اتموسفير, اذا كان عندي سيرفيس اوتسايد ذا اتموسفير هذا يسمونه اكسترا تيرستريال راديشن. طيب فهذا الاكسترا تيرستريال راديشن السبيكتروم اوف السولار راديشن بيفور باسنج ثرو, مثلا حيكون عندي سبيكتروم اوف ذا سن اللي هو مثلا هيجي, طيب وعندما يمر بالارث اللي هو بعض منه يمتص, فهذا اللي هو اللوسز
فرق بين هذا وهذا مثلا اللي هو اللوسز، او مثلا اذا كان عندي هذا بلاك بودي وهذا سولار ريدينس، مثلا اذا كان عندي هذا سولار ريدينس ذات كمز فروم ذا سان اوتسايد ذا اتموسفير، ممكن يكون عندي اللي هو ذات فيتشز دي كولكتر مثلا يكون عندي بهالشكل اللي هو اقل. فاي فرق بين هذا وهذا هاي اللوسز. طيب احنا قلنا اللي هو 45% ات فيزيبل ويف لينث و54% انفراريد و1% الترا فايوليت. طيب ليش اريد اعرف اللي هو السولار سبيكتروم؟ بعدين لو تشوفون بتشابتر 2 اذا اريد اعرف اللي هو السولار سبيكتروم اللي هو اريد اعرف اللي هو الطاقه ذا انرجي انتنسيتي ات ايتش ويف لينث، راح استخدم ماتيريال في الكولكتر تسوي امتصاص لهذه البيك. طيب انا اريد اللي هو امتص هذه البيك، او اريد امتص اللي هو معظم السولار راديشن اللي هو هنا. فاذا اتاكد اني اختار ماده ات ذيس ويف لينث ات ابسورب انرجي. لو مثلا اخترت ماده الابسوربشن مالتها الرينج مالتها مثلا من 2 ويف من 2 مايكرومتر لهنا، ما استفدت ولا شيء، هنا ما قاعد امتص ولا شيء من اشعه الشمس. فاختار اللي هو الماتيريال مال الكولكتر ماده تمتص اشعه الشمس ات سيرتن ويف لينكس اللي هو نفس الويف لينكس مال السبيكتروم، او اذا اريد امتص اللي هو جزء معين امتص اللي هو بس الشورت ويف لينكس، فاخلي اللي هو اتاكد من الماتيريال امتصاص مالتها في هذا الويف لينكس. فهذه فائده السولار سبيكتروم. طيب خلصنا اللي هو تقريبا السن ستراكشر وال شو اسمه والسولار سبيكتروم والراديشن ات ديفرنت اللي هو شو اسمه ات ديفرنت سيزونز وكذا، وكيف اللي هو في عندني انواع بيم وديفيوز. طيب هسه اريد اللي هو احدد اللي هو بعض الاشياء، اريد احدد مكان وزمان الشمس بوزيشننج اند تايمينج. طيب التايمينج مال الشمس ما ينفع استعمل اللي هو الوقت العادي اللي عندي اياه في مال المدينه، يعني ما ينفع اقول انه مثلا ال 12 مثلا بي ام نون، يعني هذه معناها 12 بي ام فور ذا سول فور ذا سن، معناها انه مثلا انه الشمس اذا شرقت مثلا الساعه 6 اي ام طيب وغربت الساعه 6 بي ام، فطبعا السولار نون اللي هو 12 بي ام. طيب لكن 12 بي ام هذا السولار تايم، في شيء يسمونه السولار تايم اللي هو التوقيت الشمسي. انا ما ينفع استعمل اللي هو التوقيت العادي مال المدينه عشان اعرف اللي هو شنو الشمس، يعني متى حتغرب ومتى حتشرق ومتى صارت اللي هو البيك، بسبب انه التايم هذا العادي يستعمل اللونجيتيود اللي هو خطوط الطول، وطبعا ياخذون هم ريفرنس اللي هو بريطانيا واليوكي يسمونه الجرينويتش مين تايم، ياخذون اللي هو هذا الصفر. طيب وفي اللي هو اي دوله تقع على يمين الجرينويتش حتكون بلس، واي دوله تقع على اليسار اللي هو ماينس. فهذه اللونجيتيود في التايم العادي الكلوك يستعملون اللونجيتيود، بس المشكله باللونجيتيود انه عندي انا لونجيتيود عادي مثلا نقول ان اللونجيتيود مثلا مال يو اي اي از 25 لاتيتيود اند 20 اند 55 لونجيتيود، لكن هذا لو تلاحظون ما ينفع اللي هو ما يكون دقيق جدا، لانه مثلا انا ساكن في ابو ظبي ولا ساكن في دبي ولا ساكن في الشارقه، فاللونجيتيود هنا حيتغير شوي عن الستاندرد لونجيتيود مال الدوله. طيب فعشان اصف اللي هو السولار تايم، اذا اعرف البوزيشنج اوف ذا سن او اذا اعرف التايمينج مال السن اكزاكتلي، لازم استعمل لونجيتيود مال اللوكيشن مالتي وليس الستاندرد لونجيتيود. هذا اولا. ثانيا بسبب انه قلنا اللي هو البوزيشنج مال عفوا الارض تدور حول الشمس بمدار بيضاوي الليبتيك، ففي بعض الاحيان الشمس تمشي بسرعه تدور حول نفسها بسرعه، احنا قلنا تدور حول الشمس وتدور حول نفسها صح، في بعض الاحيان الارض تدور يعني بسرعه حول الشمس، ففي مثلا هنا تكون سرعتها مختلفه عن سرعتها هنا. ليش تدور بسرعات مختلفه؟ عشان تحافظ على المسار الدائري هذا. طيب فمثلا هنا انا ما اريد يعني الارض ما تتحرك بسرعه عاليه، اذا تحركت بسرعه عاليه ممكن اذا سرعه جدا عاليه ممكن تطلع خارج اللي هو المدار مال الشمس، فلذلك تكون مثلا هنا ابطا عشان اللي هو تحافظ على المسار الدائري. بس مثلا هنا لانه الراديوس اقل، هنا هذا الراديوس اقل فهنا تسرع. طيب شنو فائده هاي المعلومه؟ فائده المعلومه انه التسريع مالتها او عفوا اللي السرعه مالتها لما تدور حول نفسها معناها انه احنا قلنا اللي نعرف اللي هو السرعه
يساوي المسافة على الزمن، صح؟ إذا المسافة اللي هو حول، يعني المسافة اللي تدور الأرض حول نفسها هي نفسها 360 درجة، صح؟ ما تختلف. لكن بسبب أن السرعة مال الدوران حول نفسها اللي هي، طبعا هي مو في، هي أوميجا is equal to theta over t، اللي هو الأنجلر displacement وهذه أنجلر velocity. فأحيانا تختلف الأنجلر velocity مالتها، فلما تختلف الأنجلر velocity for the same اللي هو 360 درجة حول نفسها، هيختلف اللي هو التايم، هيختلف اللي هو طول اليوم اللي تحتاجه أو عدد الساعات اللي تحتاجها الأرض عشان تكمل حول نفسها دورة واحدة خلال اليوم. فمثلا بعض الأحيان بالسنة بيوم معين تحتاج مثلا 24 ساعة، أحيانا تكون أقل من 24 ساعة بشوي، أحيانا أكثر من 24 ساعة بشوي. 24 ساعة هي تقريبا الأفرج يعني. فهذه بعد مهمة جدا، لأني إذا أريد أحسب التايمينج مال السن دقيق جدا، لازم أعرف اللي هو كم، اللي هو كم طول اليوم، أو كم لازم أزيد أو أنقص من طول اليوم على مود أعرف اللي هو التوقيت الشمسي. طيب، فشغلتين اللي هو اللونجيتيود، لونجيتيود اللي هو inaccuracy، واللي هو length of the day inaccuracy اللي هو represented by the equation of time. الايكويجن اوف تايم هاي تمثل اللي هو اللي قلت لكم عليها، اللي هو تجد اللي هو اختلاف اللي هو سرعه دوران الارض حول نفسها. طيب، ف هذه طبعا يا تزيد او تنقص اللي هو من الـ من الدي لينث يعني. طيب، فشو المعادله مالتها اللي هو الايكويجن اوف تايم از ا فانكشن اوف بيتا، والبيتا اطلعها من بي او البي عفوا هنا. البي از ايكوال تو ان ماينس 81 تايمز 360 اوفر 364. وات از ان؟ اللي هو داي اوف ذا يير، حسب اللي هو اليوم بالسنة، مثلا مارش 21، جون 21، سبتمبر 23، حسب اليوم أجي أعرف اللي هو رقم اليوم بالسنة، أعوضه هنا أطلع البي. بعد ما أطلع البي أعوضها هنا، طيب أعوضها هنا وهنا وهنا، طيب، وأطلع الإكويجن أوف تايم إن مينتس. طيب، الايكويجن اوف تايم ان مينتس لو تلاحظون بعض الاحيان قاعد تشوفوها فوق الزيرو، احيانا ممكن تكون زيرو، احيانا ممكن تكون بوزيتيف، واحيانا ممكن تكون نيجاتيف. معناها اللي هو بعض الاحيان مثلا طول اليوم يكون اكبر، وبعض الاحيان يكون طول اليوم اصغر. فانتوا بس تحسبوها هذه، هذا الرقم اما يطلع لكم بوزيتيف خلاص حطوه، او نيجاتيف حطوه خلاص، ما في داعي تعدلون الاشاره يعني الساين. فهذا بالنسبه للايكويجن اوف تايم. بالنسبه لللونجيتيود كوركشن اللي هو هذا، longitude correction اللي هو هذا. ف طبعا السولار تايم از ريبريزنتد از ابيرنت سولار تايم اللي هو التوقيت الشمسي، يساوي اللوكال ستاندرد تايم. اللوكال ستاندرد تايم اللي هو نفس التوقيت العادي، مثلا 12 ساعه، 12 ساعه 4 اللي نشوفه بالساعات يعني مالتنا. وال بلس في عندنا تعديل على اللوكال سولار تايم، فهذا اللوكال سولار تايم وهذا ابيرنت سولار تايم. احنا قلنا وي هاف تو اللي هو كوركشنز. في عندي اللي هو الايكويجن اوف تايم، طيب، نتيجة اللي هو تغير اللي هو سرعة دوران الأرض حول نفسها، وبالتالي تغير طول اليوم. وفي عندنا كوركشن ثاني اللي هو بسبب اللونجيتيود، لأن اللونجيتيود مالتي مو دقيق. فهذا اللونجيتيود اللي هو بلس ماينس 4 تايمز ستاندرد لونجيتيود ماينس لوكال لونجيتيود. ستاندرد لونجيتيود اللي هو مثلا مال الدولة، مثلا مال اللونجيتيود مال يو اي اي از 25، لا عفوا، الستاندرد لونجيتيود مال يو اي از 55. طيب، بس اللوكال لونجيتيود مثلا مال شارجة از 23 بوينت سمثينج و 55 بوينت سمثينج، فهذا اللي هو اللوكال لونجيتيود. فهذا الكوركشن اللي هو بلس ماينس، اما بلس او ماينس 4 تايمز يكون عندي الستاندرد لونجيتيود، ويكون عندي اللوكال لونجيتيود، اطرحهم من بعض واضربهم ضرب 4. طبعا في عندنا اللي هو كوركشن اللي هو اضافي، هذا بصراحه مو جدا مهم يعني، هذا ممكن يستعملونه المزارعين او الفلاحين، الديلايت سيفنج اذا سامعين فيه، اللي هو يبدا طبعا من اللي هو اند اوف مارش ذا اند اوف اكتوبر، يا يكون اللي هو 0 اور 60 مينتس حسب. فالتوقيت الشمسي يختلف عندهم، لو تسمعون مثلا في توقيت الصيف او توقيت الشتاء عندهم الفلاحين يعرفون يعني، لانه مرتبط اللي هو بال يفيدهم بالتوقيت المحاصيل الزراعيه وكذا. المهم هذا مو موضوعنا، هذا مو جدا مهم، عادة أصلا ما يجيبوه يعني، وكذا هاي يجيبونا يعطونا دايركت، فبس اللي هو نطرحه. فهذا يا يكون اللي هو 0 أو 60 minutes، وهذا إما بلس أو ماينس. طبعا متى يكون بلس؟
البلس اذا كان اذا كان اللي هو ويست اوف جرينويتش. طبعا هنا غلط هذا. طيب هنا العكس، هنا نيجاتيف، طيب وهنا بوزيتيف. فحسب اللوكيشن اللي يعطيني اياها، اذا كانت اللوكيشن ايست اوف جرينويتش، طيب مثل الامارات، يعني الامارات اللي هو ال 55 لونجيتيود، شرق اللي هو الجرينويتش اللي هو مال بريطانيا يعني. فالساين هذه حستعمل نيجاتيف، فحستعمل نيجاتيف 4 تايمز ستاندرد لونجيتيود ماينس لوكال لونجيتيود. اما اذا كان ويست اوف جرينويتش فحستعمل بوزيتيف، فحتصير بلس 4 تايمز ستاندرد لونجيتيود ماينس لوكال لونجيتيود. طيب طبعا هذا الجواب حيكون ان مينتس. طبعا هذه الفورم من وين جبناها؟ لانه نعرف اللي هو الارض عشان تدور حول نفسها تحتاج اللي هو تقريبا 24 ساعه، صح؟ طيب وكم اللي هو كم درجه تدور حول نفسها؟ 360 درجه، صح؟ اذا اقسم اللي هو 24 على 360 حيطلع كم؟ 1 اور بير 15 ديجري، صح؟ او عفوا اذا اقسم اللي هو 24 على 360 حيطلع 1 اور بير 15 ديجريز. 1 اور از ايكوال تو وات؟ از ايكوال تو 60 مينتس اوفر 15 ديجري. معناها ايش؟ 60 تقسيم 4 معناها 4 مينت بير 1 ديجري. فهي هاي. فليش اللي هو استفاد من هاي؟ عشان اعرف اللي هو لانه الشمس، لانه صح تدور الارض تدور حول نفسها خلال يوم واحد، فالشمس تتحرك من الشرق الى الغرب. فعلى كل لونجيتيود، على كل درجه واحده من اللونجيتيود تحتاج اللي هو 4 دقائق. فهذه 4 دقائق على كل درجه باللونجيتيود حضربها ضرب الفرق بين الستاندرد لونجيتيود ماينس اللوكال لونجيتيود عشان اطلع الفرق. فهذا طبعا اللوكال ستاندرد تايم، هذا طبعا ان اور اند مينيت، هذا الايكويشن اوف تايم ان مينيت، وهذا ان مينيت، وحتى الديلايت سيفنج ان مينيت. طيب ف خلينا نشوف اللي هو المثال عشان نعرف. Find the equation of apparent solar time for the city of Nicosia, Cyprus. Standard longitude for Cyprus is 30 east. Local longitude for Nicosia or Nicosia حسب is 33.33 west of Greenwich. طبعا هنا غلطانين، هي ليست west إنما east. لأنه هو كاتب هنا اللي هو standard longitude of Cyprus، هي Cyprus هي داخل اللي هو Nicosia. مع إنه هاي east معناها هاي east برضو. طيب فقلنا اللي هو يعكسوها مثل ما قلت بالسلايد اللي قبله. اذا كان ايست حيكون نيجاتيف الاشاره هذه، واذا كان ويست حيكون بوزيتيف. طيب فهنا طبعا مو معطي اللوكال ستاندرد تايم، ولا اقدر اطلع الايكويجن اوف تايم، لان الايكويجن اوف تايم از فانكشن اوف بي، صح؟ البي هذا تعتمد على النمبر اوف دايز ان دير، انا ما اعرف اللي هو اي يوم بالسنه. فعندي اللي هو بس اقدر احسب اللي هو طالب مني الايكويجن، ما طالب مني الوقت بالضبط. فالإكويجن هو عبارة عن apparent solar time is equal to local standard time plus equation of time plus اللي هو الفرق. لو تلاحظوا هنا ما سووا منشن لأي daylight saving، فخلاص اسحبوا عليه. طيب هل حنستعمل minus 4 times ولا plus 4؟ بما أن location is east معناها حستعمل minus. طيب فminus 4 times what is the standard longitude؟ standard longitude اللي هو 30. what is the local longitude اللي هو 33.33؟ أطرحهم من بعض حيطلع اللي هو هذا المينتس. هذه المينتس اجمعها مثلا اذا عندي equation of time اجمعها بالمينتس هذه، وبعدين اجمعها على المينتس inside this one. اذا كان مثلا عندي الساعه 2:30 بي ام، فحجمع اللي هو 30 دقيقه زائد مثلا مثلا طلع 13 و32، معناها تقريبا حتصير كم الساعه؟ حتصير مثلا 2 وتقريبا اللي هو 43 تقريبا يعني، تمام؟ بس حجمع المينتس على المينتس، اخلي الاورز. فايش نصيحتي؟ انه تجمعون مثلا اذا جاء الديلايت سيفنج، اجمع الديلايت سيفنج، او يعني اطلع هذا الترم اللي هو بلس ايكويجن اوف تايم بلس كذا ماينس، اطلع هذا كله ان تيرمز اوف مينت، وبعدين اللي هو اجمعه على هذا اللي المينتس انسايد ذا لوكال ستاندرد تايم، اترك الاورز لوحدها. طيب فبهذا بالنسبه للتوقيت مال الشمس. طيب اريد اعرف مو بس التوقيت، ما اريد اعرف بس الزمان، اريد اعرف المكان.
فليش ليش اريد اعرف المكان او البوزيشننج اوف ذا سان انسايد ذا سكاي؟ لانه مهم جدا اريد اعرف اللي هو ذا بروبر اورينتيشن اوف سولار كولكترز، لانه ما ينفع اجي والله عندي كولكتر ولا سولار بانل معين. طب خليني اترك السولار بانل لان هذاك كورس ثاني، سولار كولكتر خليني اركز على السولار كولكتر اللي تحول السولار راديشن انتو ثيرمال انرجي. ما ينفع لي اجيب سولار كولكتر واحطها هنا وخلاص احطها على الارض والله يسر، يعني اذا انرجي تصل يعني خير وبركه، اذا ما وصلت خلاص شو نسوي يعني؟ لا ما ينفع، يعني لازم يعني الواحد ياخذ الاسباب ولازم يعرف اللي هو البوزيشنينج اوف ذا سان ان ذا سكاي عشان اعرف كم ايش هو الاوبتيمال اورينتيشن وين احطها. فاذا كانت الشمس هنا احط السولار كولكتر بهالشكل، اذا كانت يعني اقل بالسكاي احطها بهالشكل، ممكن اذا كانت عاليه جدا احطها بهالشكل الكولكتر مو هوايه مايله، ومثلا اوجهها باتجاه الشمس. ما ينفع مثلا الشمس تكون هنا واحط السولار كولكتر بهذا الاتجاه فيسينج ذس دايركشن، ما ينفع. فلازم اعرف اللي بروبر اورينتيشن اوف ذا سولار كولكترز. عشان اعرف اللي هو بروبر اورينتيشن لازم اعرف البوزيشن اوف ذا سن انسايد ذا سكاي. وليش لازم اعرفها؟ عشان اعرف اللي هو سولار راديشن كومينج ان. اذا اعرف اللي هو اقدر اسوي كالكوليت للسولار راديشن، اذا اعرف البوزيشننج ات ايتش تايم ديورينج ذا داي اعرف اللي هو كم سولار راديشن كومينج ان. واما انا اريد اعرف اللي هو مثلا، لانه مثلا اذا الارض اذا الشمس كانت عاليه في الافق في السماء مثلا ما حتسوي شيدنج جدا عالي، لكن اذا كانت منخفضه بالسماء حتسوي شيدنج عالي. طيب فعشان اعرف اللي هو ايش اللي هو بليسمنت اوف ذا كولكترز تو افويد شيدنج. فمثلا احط مثلا هل احط الكولكترز ورا بعض بهالشكل يعني حيصير عندي شيدنج؟ لا مثلا عندي البوزيشن اوف ذا سان انسايد ذا سكاي عاليه، فمو مشكله ممكن اقدر احطهم صف بعض لان الشيء يعني قريبين من بعض لانه الشيدنج ما يكون عالي. لكن اذا كانت السن مثلا منخفضه جدا بالسماء لازم اللي هو اخلي بيناتهم فراغات عشان لا الكولكتر الاولى تسوي شيدنج على الكولكتر الثاني وتمنع السولار راديشن فروم كومينج ان. فهذه الاشياء كلها مهمه عشان يعني عشان اعرف البوزيشن اوف ذا سن انسايد ذا سكاي، فتفيدني بهاي الاشياء. طيب طبعا لو تلاحظون الباث مال السن تقريبا احنا نقول يعني بالعاميه احنا نقول الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. طبعا هو مو اكزاكتلي ايست ويست، يعني ايست ويست يعني ممكن تكون اقل بشوي ممكن تكون اقل بشوي، لكن بشكل عام هيك. وطبعا ترتفع خلال اليوم، ترتفع لحد ما توصل انجل معينه وبعد تنزل. فهذه الانجل هذه يسموها السولار نون اللي هو ذا هايست بوينت ان ذا سكاي. طيب في عندي اذا اريد احدد، طبعا احنا قلنا اذا اريد نحدد التوقيت مال الشمس نحتاج الى ابرنت سولار تايم، وقلنا ليش ما نقدر نستعمل لوكال سولار تايم او لوكال ستاندرد تايم عفوا. طيب اذا اريد احدد البوزيشننج مال السن المكان مالتها اقدر تو انجلز احدد البوزيشننج اوف ذا سن ات اني تايم ان ذا يير ات اني لوكيشن. طيب اذا عندي الالتيتيود وعندي الازموث مال السن اقدر احدد البوزيشننج مال السن اكيرتلي. ايش هو الالتيتيود؟ اللي هو ذا انجل بتوين ذا سن ريز، هذه الاشعه الجايه من السن اللي هو الدايركت هذه، والافق عن الهوريزونتال. طيب هذه عفوا هذه الانجل، هذه الانجل يسموها هاي البروجكشن، يعني هذه غلط. طيب فهذه يسموها السولار التيتيود او السن التيتيود اللي هو ارتفاعها عن ال عن الهوريزونتال. وفي عندي انجل ثاني اللي هو الازموث، الازموث اللي هو كم موقع السن بالنسبه للساوث. طبعا احنا قلنا اللي هو لانه الشمس اللي تتحرك من الشرق الى الغرب يتغير اللي هو خلال تحركها يتغير اللي هو ارتفاعها بالسماء ويتغير موقعها باتجاه الساوث، يعني بالنسبه للساوث. احنا اخذنا شنو؟ اخذنا الساوث كريفرنس بحيث اللي هو اي انجل قبل الساوث حتكون نيجاتيف واي انجل بعد الساوث حتكون بوزيتيف. واذا كانت السن بالساوث دايركتلي حتكون الازموث الزيرو. طيب فهاي الانجل بتوين دي بروجكشن اوف دي سن ريز اون ذا جراوند اند دي ساوث، فهذا الساوث. واذا سويت اللي هو بروجكشن اوف ذس سن راي اون ذا جراوند حيطلع هذه صح. فذا انجل بتوين ذيس تو از ذا ازموث. وفي عند الزينث اللي هو بس اللي هو 90 ماينس التيتيود، بس هذه يعني بس كشغله اضافيه، بس تو انجلز تكفيني اللي هو الالتيتيود والازموث عشان احدد البوزيشننج اوف ذا سن انسايد ذا سكاي. طيب عشان احدد اللي هو السرعة التيتيود والسرعة ازموث مال البوزيشننج، عشان احسب هذه وعشان احسب هذه في عندي انجلز ثانيه لازم احسبها.
ومنها او لا في انجل ستاندرد تكون عندي عشان احسب هذول الاشياء عشان اقدر احدد البوزيشن مال السن. ايش هي هالانجلز؟ اول شيء انجل هو الديكلينيشن. الديكلينيشن اللي هو ذا انجل بتوين ذا سن ريز، اللي هو هذه، اللي هو هذا الانجل بتوين ذا سن ريز والاكويتر. طبعا احنا نعرف اللي هو الـ او يعني الاكسس اوف روتيشن مال الارض هو ليس عمودي، يعني الارض لما تدور حول الشمس، الارض لما مثلا هذه الشمس والارض تدور حواليها صح؟ فانا الاكسس اوف روتيشن مو عمودي، الارض ما تدور بهالشكل، يعني ما تدور حوالين نفسها بهالشكل، لا شوي المحور مايل يعني، فتدور بهالشكل يعني. طيب فهذا ال ال فالاكويتر وين حيكون؟ الاكويتر بالنص يعني، فيعني الارض كانه حتكون مايله، هذا الاكويتر. طيب هذا الاكويتر اللي هو يكون عمودي على ال شو اسمه على الاكس اوف روتيشن مال الايرث. طيب ذا انجل بتوين ذس اكويتر طيب والسن ريز، هذه يسموها الديكلينيشن. طيب هذه الديكلينيشن، وهنا نفس الشيء، مثلا هنا بالوينتر طبعا هنا الانجل از نيجاتيف، الانجل ات وينتر سولستس حتكون ماينس 3.45، والانجل ات سمر مثلا هذه السن ريز. طيب وهنا الاكويتر حيكون بهالشكل صح؟ الاكويتر حيكون بهالشكل، فهذه الانجل، هذا الديكلينيشن، فهنا حتكون الانجل بوزيتيف، بوزيتيف 23.45. وبالفول ايكوينوكس والسبرينج ايكوينوكس الديكلينيشن از زيرو. طيب طبعا هذا التعريف اسحبوا عليه، يعني التعريف لو فهمته اللي هو ذا انجل بتوين ذا سن ريز والاكويتر هي هذه الديكلينيشن، خلاص هذا اللي يفيد. طيب كيف نحسب هذا القانون؟ اذا عندي اللي هو ذا داي اوف ذا يير اقدر احسب الديكلينيشن. طبعا هاي الديكلينيشن انجل ان ديجريز. في قانون ثاني بالريديانز بس شوفوا قانون غبي وطويل اسحبوا عليه، تقدرون اللي هو تطلعون اذا طلب منك تقدر تستخدم الديجريز وتحولها الى ريديانز. ايش معامله التحويل؟ 360 ديجريز طيب از ايكوال تو 2 باي ريديانز. فاقدر استعمل اذا عندي الانجل اوف ديجريز اضرب ضرب، اذا كان عندي ديجريز مثلا انجل اضربها ضرب اللي هو 2 باي راد اوفر 360 واطلع اللي هو الانجل ان راديان، عشان تختصر هذه وهذه. طبعا هي الديكلينيشن تتغير اللي هو مو بس مع تغير اليوم خلال السنه، لكن مع تغير الوقت ايضا خلال اليوم، يعني مثلا الصبح مو مثل الليل ومثل كذا، لكن احنا نسوي لها اسامبشن انه لانه التغير جدا 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 بسيط، فاحنا نسوي اسامبشن ان الديكلينيشن ثرو اوت ذا داي از ذا سيم، بس تتغير بس مع تغير الايام خلال السنه. طيب طبعا هذا الجدول اقدر استعمله اللي هو عشان احدد اللي هو اي يوم، مثلا اذا يقول لي فبراوري 21 حجمع اللي هو 21 بلس 31 حطلع لي اللي هو الدي نمبر. طيب فهذه الديكلينيشن. انجل ثانيه نحتاج نعرفها اللي هي الاور انجل. الاور انجل اللي هو تحدد اللي هو كم ذا تايم اوف ذا داي وريسبكت تو سولار نون. طيب لانه اريد احدد اللي هو مو بس اللي هو البوزيشننج اوف ذا سن ثرو اوت اللي هو ذا يير، يعني مثلا يوم 26 مثلا فبراير ولا يوم 26 مارس ولا كذا، لا اريد احدد اللي هو ذا انجل، اريد احدد البوزيشننج مال السن ثرو اوت ذا داي، يعني من الصبح لحد ما تشتق الشمس. فعشان اللي هو احدد هذه احتاج اللي هو الاور انجل. ذا اور انجل اكسبريس ذا تايم اوف ذا داي وذ ريسبكت تو سولار نون. كيف احسبها؟ بس اللي هو الابرنت سولار تايم اللي عندي ماينس 12 تايمز 15. طبعا 15 هاي من وين جتي؟ اللي هو قلنا لكم اللي هو من لانه اللي هو الدرجات، يعني الارض لما تدور حول نفسها تحتاج 360 درجه وتدور خلال 24 ساعه، معناها 1 اور الشمس تحتاج عشان تكمل 15 درجه. طيب او اللي هو اذا او 4 4 4 مينتس، هذه مينتس. طيب خلال اللي هو ديجري واحده، فاقدر استعمل اي معاملين تحويل، اقدر استعمل هذا وهذا، فهذول القانونين هم نفسهم. طيب فاما اني استعمل اللي هو 15 ديجري بير 1 اور واضرب ضرب عدد الساعات اللي هو الفرق عن 12 نون، او اني استعمل اللي هو 0.25 مينتس تايمز ذا نمبر اوف مينتس فروم لوكال سولار نون. طبعا انا افضل هذا القانون تستعملوه لانه هذا افضل بهواي، وحتى حتشوفون بعدين حنستعمل اكثر. طبعا الاور انجل ات سولار نون از ايكوال تو زيرو.
at اللي هو any يعني إذا كان موقع الشمس اللي هو بعد السورة النون بعد اللي هو السورة بعد السورة النون حيكون positive، قبل السورة النون حيكون negative. طيب فبما أنه إحنا عرفنا الأور أنجل وعرفنا الديكلينيشن صح، هذا كله عشان شنو؟ عشان نحدد اللي هو السورة التيتيود والأزمث صح. فهسه نقدر نشتق إكويجنز، فهذه الإكويجن يعني هي والإكويجن اللي بعدها وهي وهذه الإكويجن يعني هم ملخص كل اللي قلناه قبل، هم أهم إكويجنز يعني تو إكويجنز عشان نعرف ال positioning of the sun inside the sky. إذا عندي هاي التو إكويجنز أقدر أحدد اللي هو ال positioning of the sun، أقدر أطلع الالتيتيود وأقدر أطلع الأزموث مال السن وأقدر أحدد ال positioning of the sun very accurately. طيب الالتيتيود طبعا عرفناها، كيف نحسبها؟ طبعا الالتيتيود قلنا نفسها اللي هو التيتيود، احنا قلنا التيتيود بلس زينث از ايكوال تو 90 او الزينث از ايكوال تو 90 ماينس التيتيود صح، اللي هو الكومبلمنتري او عفوا المتممه يعني. فكيف اللي هو نحسب الالتيتيود؟ من خلال اللي هو اللاتيتيود والديكلينيشن والاور انجل. فلو تلاحظوا ارتفاع الشمس في السماء يعتمد على اللاتيتيود اللي هو اللوكيشن صح، اللاتيتيود اللي هو خط العرض يعني. فاذا كان مثلا هذه الارض طيب تقسم لخطوط عرض، هذا خط عرض وهذا خط عرض الفوق وهذا خط عرض وهذا خط عرض، فكل خط اللي هو خط عرض اذا كان اللي هو النورث حيكون بوزيتيف واذا كان ساوث حيكون نيجاتيف. مثل ما قلنا اللي هو الاور انجل اذا كانت اللي هو قبل سورة النون نيجاتيف وعلى سورة النون بوزيتيف، وقلنا اللي هو الازموث، الازموث اللي هو قبل سورة النون حيكون نيجاتيف وقبل عفوا يعني اذا كان ايست من الايست لحد الساوث حيكون نيجاتيف وبعد الساوث حيكون بوزيتيف، وات ساوث از ايكوال تو زيرو. هذا بالنسبه للازمث. فلو تلاحظوا الالتيتيود يعتمد على اللوكيشن اللي هو اللاتيتيود ريبريزنت باي ذا لاتيتيود، ديكلينيشن اللي هو الدي اوف ذا يير صح، دي اوف ذا يير، والاور انجل تايم اوف ذا دي. فتغير اللوكيشن او الداي اوف ذا يير او التايم اوف ذا داي حيغير الالتيتيود، ونتيجه تغير الالتيتيود حيتغير الازموث، لانه الازموث مال السن طيب هو له علاقه بالديكلينيشن، له علاقه بالاور انجل، له علاقه بالالتيتيود. فهذا طبعا الازموث شنو يعرفه؟ ديسبيسمنت ايست اوف ساوث ار نيجاتيف اند ايست اوف ساوث ار بوزيتيف. احنا قلنا اللي هو هذا الساوث صح، فهذه الانجل حتكون شنو؟ حتكون بوزيتيف. وإذا كانت اللي هو السن هنا قبل تشرق من الشرق قبل ما تصل للساوث حتكون اللي هو نيجاتيف، وات سورة النون از ايكوال تو زيرو. فهذه اللي هو تو إكويجنز ار جنرال. طيب إذا أريد اللي هو سبيسيفيك كيس، إذا أريد مثلا الالتيتيود ات سورة النون، سورة النون معناها الأبيرنت سولار تايم از وات از ايكوال تو 12، معناها 12 ماينس 12 از زيرو تايمز 15 زيرو، معناها الأور أنجل از زيرو. فإذا أريد أعوض السبيشال كيس اللي هو فور أور أنجل زيرو special case اللي هو الاور انجل از زيرو، وبنفس الوقت السورة الازمث حيكون زيرو. ليش؟ لانه الساوث فور نورثن هيمسفير يعني. فهذه المعادله حتختصر حتصير كوساين زيرو حتصير 1، حتصير هذه المعادله كلها عباره عن شنو؟ الالتيتيود حيكون عباره عن 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن. فهذه المعادله المختصره special case للالتيتيود اوف سن اوف ذا سن at solar noon. طيب وطبعا الازموث at solar noon is equal to zero. طيب خلينا نحل example. What are the maximum and minimum noon altitude angles for location at 40 degree latitude؟ طيب شنو معنى noon altitude؟ noon معناها شنو؟ معناها الاور انجل is equal to zero صح؟ معناها اللي هو at noon اور انجل is equal to zero. طيب اور انجل زيكوال تو زيرو، اقدر استعمل هذه المعادله المبسطه بدل ما استعمل ساين ساين كوساين وكذا، هذه المعادله المبسطه. فالالتيتيود زيكوال تو 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن. طيب معطيني اللاتيتيود هو بالسؤال صح؟ فوريدي الماكسيموم اند مينيموم نون التيتيود، كم الماكسيموم الانجل هذه وكم المينيموم؟ كيف اعرف الماكسيموم والمينيموم؟ اذا اريد الماكسيموم لازم اعرف اللي هو تس دي فور سبيسيفيك لاتيتيود، لازم اعرف تس دي ماكسيموم ديكلينيشن. متى تحصل ماكسيموم ديكلينيشن؟ تحصل ان سمر سولستس صح؟ بالسمر سولستس لو تتذكرون ديكلينيشن كان 23.45،
فاجي اعوضها هنا حصل اللي هو الماكسيموم اللي هو 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن اللي هو 23.5، حيطلع لي الماكسيموم التيتيود. طيب اذا بدي اعرف المينيموم لازم اعرف المينيموم ديكلينيشن. كم المينيموم ديكلينيشن؟ ماينس 23.45 اللي هو وينتر سولستس. فبس اللي هو اعوض اللي هو 90 ماينس لاتيتيود ماينس ديكلينيشن. فهذه المينيموم التيتيود طيب، وهذه الماكسيموم التيتيود، هذه ات نون ات سمر سولستس اند وينتر سولستس. ان شاء الله تكون واضحه يعني. فطبعا يعني نقدر نستعمل هذا يعني لو استعملت هذا القانون، لو عوضت هذا الاور انجل زيرو واستخدمت هذا القانون عشان طلع التيتيود، هو نفسه هذا هيطلع لكم نفس الجواب بالنهايه. هذا اصلا مختصر من هذا، بس هذا اسهل بهواي عشان تعرفون شنو المينيموم وشنو الماكسيموم. طيب في عندنا تمرين ثاني اللي هو calculate the apparent solar time on March 10 at 2:30 p.m. for a city in Athens, Greece, 2340 longitude. The standard meridian for Athens is 30 east longitude. طيب فوريد شنو؟ يريد apparent solar time. What is the apparent solar time؟ القانون مالتها اللي هو هذا صح؟ احتاج اعرف اللي هو local standard time، معطيني اياه اللي هو 2:30 p.m. احتاج اعرف اللي هو الايكويجن اوف تايم، طبعا مو معطيني اي معلومه عندي لا تسالني فحسب عليها. احتاج اعرف الايكويجن اوف تايم، كيف اعرف الايكويجن اوف تايم؟ من هنا صح؟ اعرف البي اللي هو داي اوف ذا يير. طيب وات از داي اوف ذا يير؟ معطينا اياه قال لنا انه اليوم اللي هو مارش 10. وات از مارش 10؟ اجي على هذا الجدول، مارش 10 معناها 59 بلس 10، الداي از وات 69. فارجع اللي هو 69 لهذه الايكويجن، اعوض هنا 69، اطلع البي وبعدين اعوضها هنا البي، اطلع الايكويجن اوف تايم. طيب فهنا طلعت الايكويجن اوف تايم ان تيرمز اوف مينتس، وبعدين احتاج اللي هو احط هذا الكوركشن فاكتور. طيب كم طلعت الايكويجن اوف تايم؟ طلعت الايكويجن اوف تايم طبعا انا حليتها مسبقا، الايكويجن اوف تايم طلعت اللي هو ماينس 11.0.03345 مينتس، تقريبا ماينس 11 مينتس. ف انا قلت لكم ايش نصيحتي اللي هو تخلصون الايكويجن اوف تايم وتخلصون الكوركشن ثاني بعدين تضيفوا على اللوكال ستاندرد تايم. طيب فبعدين اللي هو شنو هو الستاندرد لونجيتيود واللوكال لونجيتيود، كيف افرق بيناتهم؟ ممكن مثلا ما يقول لي اللي هو اوكي هنا هو قال لي ستاندرد ميريديان معناه هذا الستاندرد لونجيتيود، وهنا اللوكال او هنا مو معطيني شيء معناها اللوكال لونجيتيود، هذه ستاندرد وهذه لوكال. في طريقة ثانية أحددها، اللوكال دائما يكون أدق، هو أصلا هاي يعني الفكرة كلها منه، نريد لوكال لونجيتيود يكون أدق عشان أقدر أحسب بشكل أدق يعني. طيب لو تلاحظون اللوكال لونجيتيود اللي هو 23 and 40، طيب هذا الرقم هذا in terms of degrees لازم أحوله إلى رقم يعني مثلا 23 point something صح؟ عشان أطرح اللي هو 30 minus اللي هو 23، كيف أحوله؟ إذا عندكم آلة حاسبة اللي هو كاسيو FX991 ES Plus، لو تشوفون تحت الرمز مال الجذر في عندنا اللي هو فواصل، هذه الفواصل شو استفاد منها؟ اقدر احول من هذه الديجريز الى الرقم العشري، هذا 23. شو اسوي؟ احط 23 بالآلة الحاسبة بعدين اضغط على هذا الرمز، بعدين احط 40 بعدين اضغط على هذا الرمز، بعدين احط يساوي، بعدين اسوي S اضغط على S to D اللي هو تحت الكوساين، يحول لي اياها لكسر، وبعدين اضغطها مره ثانيه يحول لي اياها لكسر 10، يطلع لي اللي هو 23.667. فهذه هي نفس هذه. طيب فهذه اللي هذه اللوكال لونجيتيود. فكيف اعرف اللوكال لونجيتيود حتى لو ما ذكر لي؟ بالسؤال دائما اللوكال لونجيتيود ادق، يعني ما يكون بس 30 ولا 50 ولا كذا، يعطي 23 40 60 مثلا كذا، فهذا اللوكال لونجيتيود. طيب ف 4 تايمز اللي هو الستاندرد لونجيتيود ماينس لوكال لونجيتيود، هل استعمل ماينس ولا بلس؟ بما انه هذا ايست طيب فاستعمل ماينس، فماينس 4 تايمز كذا. فماينس 11 مينتس اللي هو الايكويجن اوف تايم، ماينس هذا الرقم حيطلع لي ماينس 36.3 مينت، تقريبا اللي هو ماينس 36 مينتس. شنو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انه اذا عندي لوكال ستاندرد تايم مثلا اللي هو 2:30 بي ام، حطرح من هذه الدقائق يعني حنزل او حرجع بالوقت 36 دقيقة. شو معنى هرجع 36 دقيقة؟
معناها 30 دقيقة وست دقائق قبل، صح؟ معناها الوقت حيكون 1:54 PM. هنا 1:54 لو تجمعوا لها 6 دقائق حتطلع 2 PM، تجمعوا لها 30 دقيقة حتطلع 2:30 PM. طيب فهذا الـ apparent solar time، إن شاء الله تكون واضحة يعني. طيب فتقريبا اللي هو خلصنا الـ sun positioning inside the sky أو in the sky. ففي شيء مهم اللي هو أقدر أشتقه من المعادلات الماضية اللي هو الـ، شايفين هاي المعادلات؟ فهذا أقدر أطلع الالتيتيود والأزمث، صح؟ السولار أزمث أنجل. طيب إذا أريد أطلع اللي هو شيء مهم جدا اللي هو السن رايز والسن سيت. ليش يهمني السن رايز والسن سيت؟ عشان أعرف اللي هو أي ساعة يبدأ عند النهار لحد أي ساعة ينتهي عند النهار. ليش؟ عشان أقدر أسوي انتجريشن أندر ذا كيرف، عشان أطلع اللي هو التوتال إنرجي. طيب كيف أعرف اللي هو السن رايز والسن سيت؟ عندي الإكويجن مال الالتيتيود. طيب متى السن رايز؟ حتكون ارتفاع الشمس في الافق حيكون زيرو بالسن رايز، وحيكون ارتفاع الشمس في الافق زيرو بالسن سيت. فبس اعوض اللي هو بهذه المعادله اللي هو هذا الساين از ايكوال تو ساين لات يو بلس كوساين كذا، اعوض زيرو. بعدين حاحسب اللي هو اتش اس اس اللي هو اتش سن رايز او سن سيت. كيف؟ حنقلها للطرف الثاني وحنقسمهم، حتطلع لي هذه الايكويجن كوساين اللي هو اتش اس اس ايكوال تو ماينس تان لاتيتيود تايم ديكلينيشن، او اللي هو HSS is equal to cosine inverse HSS is equal to cosine inverse minus tan latitude tan declination. طيب فهذا ال HSS in degrees. طيب اوكي طلع لي degrees، مثلا طلع لي 30 40 50، اريد اعرف الوقت بالضبط، الوقت يعني in terms of solar time in terms of apparent solar time، متى تشرق الشمس ومتى تغرب. كيف احول من HSS ل apparent solar time، او اذا اريد احولها مثلا ل اذا اريد احولها ايه apparent solar time، اللي بستخدم هذا القانون. اذا كان عندي اللي هو اذا اريد اطلع مثلا، اذا كان هذا اذا كان عندي apparent solar time اقدر اطلع ال H اللي هي ال hour angle. طيب اذا عندي اللي هو ال hour angle، كيف اطلع اللي هو الـ apparent solar time من هذه المعادلة؟ طيب فهذه الـ h in terms of degree. طيب اذا اريد احولها الـ apparent solar time فاستعمل هذاك القانون باني اقسم على 15. فهذه اذا عندي الـ h شو اسوي؟ انقل هذه للطرف الثاني، حقسم على 15 الطرفين، حتصير h over 15 is equal to what is equal to apparent solar time minus 12، او is equal to the difference from apparent solar time، هذه 12 نون. فهذا اللي سواه، بس اللي هو نقل اللي هو هذا للطرف الثاني كوساين انفرس اللي هو minus 10 latitude 10 declination، وقسم على 15 عشان يطلع شنو؟ عشان يطلع اللي هو التايم ال HSS وال H sunrise اللي هو in terms of time from solar noon. طيب فهذه الايكويجن اذا تستعملوها حتطلع لكم ال H sunset. طيب اذا اريد اطلع ال H sun rise حنقص بس 12 ماينس الرقم اللي يطلع لي هذا. طبعا ال day length is just double the sun rise or sunset time، بس حتكون هو 2 over 15 cosine inverse minus 10 latitude 10 declination. فهذا ال day length. طيب فهذا ال day length، وفي اقدر اطلع اللي هو ال H sunset من هذه المعادله، وبعدين اطرح 12 ماينس H sunset اقدر اطلع اللي هو ال H sun rise. طيب هنشوف مثال. Find the solar latitude, azimuth angle and azimuth angle at 2 hour after local noon on June 15 for a city located on 40 north latitude. Also find the sunset, sunrise hours and the day length. طيب سهل جدا. اروح للمعادلة altitude والazimuth. هذا altitude شنو احتاج؟ احتاج latitude. هل عندي latitude؟ نعم 40. طيب declination، هل عندي declination؟ مو عاطيني اياها، لكن عاطيني اللي هو اليوم اللي هو جون 15، صح؟ فجون 15 كيف اعرف اي يوم بالسنه؟ ارجع لهذا الجدول. جون 15 معناها 151 بلس 15. طيب ف 151 بلس 15 اللي هو 166، صح؟ اذا اجمع 151 زائد 15 حيطلع 166. 166 ايه. ارجع اعوضها هنا بالان، اطلع الديكلينيشن. تمام هذه صح.
الديكلينيشن صح، اللاتيتيود ديكلينيشن. طيب الاور انجل هل عندي اياها؟ مو عاطيني اياها، لكن معطيني اللي هو 2 اور افتر لوكال نون. شنو معنى 2 اور افتر لوكال نون؟ معناها apparent solar time minus 12 هذه كلها is equal to 2. طيب فاذا يريد اعرف اللي هو الاتش، فاتش is equal to، فالاتش is equal to 2 times 15 لهذا القانون. هذا القانون. فممكن يعطيني اللي هو apparent solar time كوقت يعني، وكم فرق عن ال 12 نون. طيب ممكن يعطيني اللي هو كم فرق، يعني مثلا 2 hours after local noon طيب معناها positive. ممكن يقول لي 2 hours before solar noon، اذا كان 2 hours before solar noon معناها negative، بس حتكون negative 2 مثلا times 15. اذا كان 2 hours after solar noon حتكون 2 plus 15، لان احنا قلنا positive after solar noon negative before solar noon. هي طلع ال h حضربها بس اللي هو 2 hours times 15. فاذا ما اعطيكم اياها بالسؤال مثلا after local noon before local noon، بس اضربوه ب 15 او اضربوه يعني بسالب، يعني يصير سالب اذا before سالب، واذا after يصير positive. طيب طلعت ال hour angle، اقدر احسب الالتيتيود. طيب وبما اني حاسب الالتيتيود اجي اعوضها هنا الالتيتيود، وعندي declination وعندي ال hour angle، اطلع الازمث. تمام هذول الاثنين done. طيب find the sunset and sunrise. طيب ارجع لقانون السنسيت، هذا قانون السنسيت صح؟ اللي 1 اوفر 15 كوساين انفرس. هل عندي اللاتيتيود؟ نعم. هل عندي الديكليشن؟ نعم. فهنا حيطلع لي اياها ان تيرمز اوف اور، فيطلع لي مثلا 7.4 اورز. طبعا هذا الجواب اللي يطلع لي اياه حيطلع لي اللي هو لانه احنا وين من وين اشتقيناه؟ اشتقيناه من هذه المعادله صح؟ احنا جبنا الانجل وقسمناه على 15 صح؟ فحتطلع لي اللي هو كم ساعه بعد السولار نون. فإذا طلع لي مثلا الجواب هنا، إذا طلع لي بهذا، إذا طلع لي مثلا مثلا هنا 7.4، معناها الـ apparent solar time minus 12 is equal to 7.4. لأنه احنا تذكرون قسمنا على 15، هذه الـ 15 جاي من هذاك القانون، وهذه كوساين inverse minus 10 عشان نطلع الـ h الـ hour angle. فإذا يطلع لي الجواب 7.4 معناها apparent solar time minus 12 is equal to 7.4. معناها شنو معناها الـ apparent solar time at sunset؟ الـ apparent solar time الحقيقي هو عبارة عن 12 plus 7.4، اللي هو تقريبا اللي هو 19.4 كوقت كلي، أو تقدر تقولون 7 ساعة 7 PM تقدر تحطوها. لكن 0.4 كيف أحولها ل شو اسمه، كيف أحولها لهذه النوتيشن الثانية اللي هو 7.24؟ أضغط اللي هو 7.4، وبعدين اللي هو بعد ما يضغط يساوي، بعدين اضغط العلامة اللي قلت لكم عليها اللي تحت الجذر، اللي هو عشان احولها ل اللي هو الوقت بالضبط. ف7 يطلع 7.24. فهذه الاتش سانست. اذا يد الاتش سانرايز بس اطرح 12 ماينس هذه. الدي لينث بس طبعا اللي هو 2 اور 15 كوساين انفرس دايركت، هذا يطلع لنا 14.83. اذا احول هذه كم اللي هو كم ساعة وكم دقيقة بالضبط يعني تمر، اقدر استعمل الديجريز هذه اللي الرمز اللي تحت الجذر الآلة الحاسبة. طيب ان شاء الله يكون واضح يعني، بس انتبهوا انه هذا القانون لما تحسبونه يطلع لكم الفرق. طيب ويطلع لكم السنسيت تايم، يطلع لكم الفرق يعني كبي ام. فاذا 7.4 معناها 7.4 بي ام، اذا 3.2 معناها 3.2 بي ام. واذا تريدون السنرايز لا تطرحون 12 ماينس هذا الرقم. طيب فخلصنا اللي هو كل شيء عن الـ positioning مال السن in the sky اللي هو من الالتيتيود والازمث. طيب وحددنا السنرايز والسنسيت والدي لينث، فهذا كل شيء متعلق بالسن. طيب هسه اذا عندي انا كوليكتر، في شيء مهم احتاج اللي هو اعرف اللي هو فتشي اسمه الانجل اوف انسيدنس او الانسيدنس انجل، اللي هو الانجل بتوين ذا سن رايز. طيب هذه السن رايز، انجل بتوين ذا سن رايز اند نورمال. طيب لانه مثل ما قلت لكم اللي هو الافكتيف سولار راديشن ريتش، مثلا اذا كان عندي هذا الكوليكتر وكانت عندي الشمس بهالاتجاه، طيب والسن راي جاي بهالاتجاه، فالافكتيف الافكتيف هو هذا اللي هو العمودي، كم العمود اللي يجي، هذا اللي هو اللي يمتص، اللي هو هذا مثلا تايمز كوساين هذه الانجل. طيب ف مهم جدا اني اعرف الانجل اوف انسيدنس، هذا الانجل اوف انسيدنس صح اللي هي between the sun rays and the يعني normal to the surface.
او ممكن تكون هذه تلتد عادي، هذه تلتد ممكن تكون بالاتجاه الصن. طيب فهذه ليست عمودية وإنما هذا العمودي مثلا. طيب فهذه الأنجل، هي أنجل أوف إنسيدنس. فهذه الأنجل أوف إنسيدنس كيف أحسبها؟ هذا قانون طويل جدا، طيب اللي هو يعتمد على شنو؟ يعتمد على اللاتيتيود والديكلينيشن، طيب ويعتمد على الأور أنجل اللي هو نفس اللي الشغلات اللي استعملناها قبل عشان نحدد الالتيتود والازيموث. وفي عندنا تو انجلز جديده اللي هو البيتا اللي هو التلت انجل مال الكوليكتر، وفي عندي السيرفس ازيموث. فمثل ما قلنا انه عشان احدد البوزيشننج مال السن ان ذا سكاي احتاج اللي هو بس تو انجلز اللي هو الالتيتود والازيموث. طيب ازيموث صح، زد كان رمزها ايه. فنفس الشيء عشان احدد اللي هو هذا السن، عشان احدد البوزيشن مال الكوليكتر، كوليكتر احتاج تو انجلز اللي هم بيتا وسيرفس ازيموث. بيتا اللي هو كم التلت مالتها، مثلا اذا كان عندي انجل بهالشكل، اذا كان عندي هذه البانل مثلا كوليكتر، فهذه التلت انجل اللي هو كم مرتفع عن سطح الارض يعني من ناحيه الانجل، ممكن تكون عاليه جدا، تكون فيرتيكال، ممكن تكون هوريزونتال يعني انجل زيرو، فحسب. فهذه التلت انجل. الازيموث اللي هو شايفين اللي هو النورمال تو ذا سيرفيس هذا، طيب شايفين هذا النورمال تو ذا سيرفيس، يعني اذا ارسم اللي هو خط وهمي اللي هو عمودي على السيرفيس من الهوريزونتال هنا، طيب وهذا الخط العمودي على السيرفيس من الهوريزونتال احسب اللي هو كم الانجل من الساوث. ذكروا احنا الازيموث مال السن اللي هو كم البروجكشن مال السن ريز، يعني مثلا اذا كان عندي وين السن ريز، عندي هذا السن ريز صح، البروجكشن مالتها هذه، الانجل بتوين ذا سن ريز بروجكشن اند دي ساوث، هذه يسموها الازيموث. لكن اذا عندي اللي هو الانجل بتوين ذا نورمال تو ذا سيرفيس والساوث، هذا يسمونه السولار ازيموث. طبعا نفس الشيء اذا كان اللي هو من الويست وورد حيكون اللي هو عفوا بالايست وورد اللي هو نيجاتيف والويست وورد از بوزيتيف. طيب طبعا هذا الانجل الايكويشن لو تشوفوها طويله، في عندنا سبيشال كيسز اذا كانت بيتا از ايكوال تو زيرو اللي يعني هوريزونتال سيرفيس، بس اجي اعوض هنا البيتا طلع لي هاي المعادله. طيب فور فيرتيكال سيرفيس بيتا از ايكوال تو 20، هاي المعادله. فور ساوث فيسنج تلت سيرفيس ان دي نورثن هيمسفير، مثل حالتنا مثلا، هذه مهمه جدا بالنسبه لنا اللي احنا مثلا ساكنين في الامارات ولا كذا، احنا في النورثن هيمسفير والشمس تمر من فوق الساوث بالسوره النون. فاذا كان ساوث فيسنج تلتد سيرفيس ان ذا نورثن هيمسفير معناه الازيموث از ايكوال تو زيرو صح؟ فال السيرفيس ازيموث از ايكوال تو زيرو، فيطلع لي هاي المعادله. طيب فهاي المعادله تمثل انجل اوف انسيدنس. وفي عندي ممكن اللي هو للساوث هيمسفير، طيب اذا كان عندي الساوث هيمسفير، اذا كانت الـ الشمس حتمر لانه بالنورثن هيمسفير في اغلب الاحيان، الشمس حتمر هيج، حتمر فوق الساوث، طيب اللي هو اتسورا نون. لكن عفوا انا عكست صح، احنا بالنورثن هيمسفير الشمس تمر فوق الساوث، لكن بالساوثن هيمسفير يعني بنصف الكره السفلي عاده او اغلب الاحيان الشمس اللي هو تمر فوق النورث سورا نون. طيب هذه بس معلومه اضافيه، يعني احنا مثلا بنصف الكره الشمالي الشمس تمر فوق الجنوب، لكن نصف الكره الجنوبي الشمس تمر فوق النورث. فهذه المعادله اللي هو يعني فور ساوثن هيمسفير اللي هو النورث فيسنج يعني. فبس كم سمري، عندي اللي هو هوريزونتال سيرفيس، فيرتيكال سيرفيس، عندي ساوث فيسنج، وعندي نورث فيسنج، هاي الاربع معادلات مال انجل اوف انسيدنس. طيب ليش احتاج الانجل اوف انسيدنس؟ To maximize solar radiation، عشان أحصل maximum solar radiation on the collector for every single point، لازم أتأكد من هاي الأنجل أوف إنسيدنس تكون زيرو. طيب لازم أتأكد من الأنجل أوف إنسيدنس يكون زيرو. طيب كيف أحدد اللي هو الأنجل أوف إنسيدنس يكون زيرو؟ مثلا خلينا نأخذ اللي هو حالتنا مثلا اللي هو هذه، طيب اللي هو for south facing tilted surface in the northern hemisphere at solar noon. كيف أتأكد من الأنجل أوف إنسيدنس يكون زيرو؟ لأنه قلنا الافكتيف اللي هو هذا صح، فاذا كانت الانجل، لانه الافكتيف اللي هو عباره عن السري اللي جاي من الشمس، طيب
تايمز اللي هو كوساين انجل اوف انسيدنس، هذا يطلع شنو الافكتيف. فعشان اخلي هذا، عشان اخلي هذا 1 لازم تكون انجل اوف انسيدنس ايكوال تو 0. طيب عشان اخلي الافكتيف ريتشينج ذا كولكتر ايكوال تو ذا سري. كيف اخلي انجل اوف انسيدنس ايكوال تو 1؟ خلينا نرجع على هاي المعادله. طيب كيف اخلي انجل اوف انسيدنس ايكوال تو 1؟ هل اقدر اغير اللاتيتيود مال الشمس؟ لا، اذا يعني اذا انا عندي الشمس قاعده تتحرك، طيب اقدر اغير اللاتيتيود مالتها؟ لا. طيب هل اقدر اغير الديكلينيشن؟ لا، هذا مال الشمس يعني لاتيتيود ديكلينيشن. اقدر اغير الاور انجل؟ لا، الشمس تتحرك من حسب اللاتيتيود حسب الديكلينيشن تتحرك باور انجلز مختلفه. شو اللي اقدر اتحكم بيه؟ اقدر اتحكم بالبيتا اللي هو التلت انجل مال الكوليكتر. اذا اغير هذا التلت انجل، هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اغيره عشان اخلي هذه الثيتا زيرو، يعني كوساين زيرو از ايكوال تو 1. طيب وات از بيتا اوبتيمم فور ذا تلت سيرفيس ان ذا نورثن هيمسفير فيسينج ساوث؟ بهذه الايكويجن اقدر اطلعها، بما انه اللي هو اذا اريد اللي هو ات سولار نون، خلينا ناخذ سبيشال كيس اللي هو ات سولار نون. ات سولار نون الاور انجل از ايكوال تو زيرو، صح؟ الاور انجل از ايكوال تو زيرو معناها شنو؟ عفوا للكيس مالتنا اللي هو داخل الشارقه مثلا تلتد سيرفيس ان ذا نورثن هيمسفير فيسينج ساوث، ات سولار نون معناها اللي هو شنو؟ الازيموث از ايكوال تو زيرو. طيب وات سولار نون حاخذ اللي هو الساعه اللي هو الزيرو. طيب اذا اخذ الساعه از ايكوال تو زيرو فهذه الايكويجن حتتبسط، حتصير اللي هو كوساين ثيتا از ايكوال تو ساين لاتيتيود. هذه الايكويجن اذا اعوض بهذه زيرو اللي هو ات سولار نون، الايكويجن هذه حتصير الانجل اوف انسيدنس از ايكوال تو 90 ماينس التيتيود طيب بلس بيتا. فهذه سبيشال كيس من السبيشال كيس، فهذه سبيشال كيس من الساوث فيسينج تلت سيرفيس ان ذا نورثن هيمسفير ات اور انجل ايكوال تو زيرو، يعني ات سولار نون. طيب فات سولار نون الايكويجن هذه حتصير انجل اوف انسيدنس ايكوال تو 90 ماينس التيتيود بلس بيتا. احنا قلنا الانجل اوف انسيدنس لازم نخليها زيرو، صح؟ كيف نخليها زيرو؟ اذا هاي كانت زيرو معناها حتكون الالتيتيود بلس بيتا از ايكوال تو 90، صح؟ اذا هذه كانت زيرو ايكوال، فكيف اللي هو بيتا عشان اخلي اللي انا اقدر اتحكم فيها؟ معناها بيتا لازم تكون 90 ماينس التيتيود. رمز الفا صح مال التيتيود؟ اتوقع الفا ايه. خليني اتاكد بالله. الفا الفا ايه. طيب لانه اتخبط احيانا مع الرموز مال سولار بي في. المهم فقلنا هذه الايكويجن تبسط لهذه ات سولار نون، ات سولار نون وسبيشال كيس، والفا از ايكوال تو بلس بيتا از ايكوال تو 90 معناها بيتا اوبتيمم، هذه بيتا اوبتيمم از ايكوال تو 90 ماينس الفا. طيب فاذا عندي فيكس سيرفيس فيسينج ساوث لازم يكون البيتا اوبتيمم از ايكوال تو 90 ماينس الفا. طيب اذا اريد الالفا ات سولار نون، لانه احنا اخذنا الكيس ات سولار نون، تذكروا هذه الايكويجن اللي اخذناها بالبدايه؟ هذه ات سولار نون الالتيتيود بدل ما اللي هو هذه الايكويجن الطويله حتكون اللي هو هذه الايكويجن 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن. فاقدر اعوض هنا، حتصير شنو؟ بدل الالفا حتكون شنو؟ بيتا اوبتيمم از ايكوال تو 90 ماينس 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن، صح؟ فشنو معناها 90 ماينس 90 حتصير زيرو، ماينس حتصير بيتا اوبتيمم از ايكوال تو لاتيتيود ماينس ماينس حتصير ماينس، وماينس بوزيتيف حتصير ماينس. فبيتا اوبتيمم للسبيشال كيس مالتنا اللي هو لا في النورثن هيمسفير فيسينج ساوث تلتد سيرفيس ات سولار نون، ات سولار نون. فاذا هذا هاي المعادلات، طيب هاي المعادلات كلها اللي هو ات سولار نون ات اتش ايكوال تو زيرو. طيب فات اتش ايكوال تو زيرو الانجل اوف انسيدنس اللي هو هذا القانون اللي هو نفسه، فثيتا از ايكوال تو 90 ماينس الفا بلس بيتا، فهو بس راح اعوض اللي هو الفا ب 90 ماينس اللي هو اللي هو 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن، راح اعوضها هنا سبيشال كيس، وبعدين طلع لي هذا الايكويجن اللي هو الانجل اوف انسيدنس.
وعلى انجل اوف انسيدنس اللي هو فور بيتا اوبتيمال تكون انجل اوف انسيدنس 0، معناها بيتا اوبتيمال از ايكوال تو لاتيتيود ماينس ديكلينيشن. فهذه مهمه جدا هذه المعادله. شنو معنى هذه المعادله؟ لانه عاده اغلب اغلب السيستمز، يعني تقدر تقول 90% من السيستمز مثلا هنا بالامارات تكون فيكست تقريبا. يعني هذا الرقم صراحه جبته من عندي، لكن يعني غالب الاحيان نشوف اللي هو فيكست تراكنج اللي هو قليل جدا. فاذا كان عندي فيكست مع تلتد سيرفيس فيسنج ساوث ات سور النون، فاذا اسوي له اوبتمايزيشن، اذا احط لي اوبتيمم تلت انجل، كيف احط اوبتيمم تلت انجل؟ لاتيتيود ماينس ديكلينيشن. فاذا عندي لاتيتيود ماينس شارج اللي هو 25 مثلا بوينت سمثينج، نسيت الرقم، اتوقع بوينت 3 يمكن. واذا عندي ديكلينيشن اللي هو يتغير مع الدي اوف ذا يير، فاقدر اطلع البيتا اوبتيمم، اقدر اطلع التلت انجل اللي هو تطلع لي الماكسيمم سور راديشن. طبعا اللي هو عشان احنا قلنا اللي هو الكوليكتر عندك تو انجل صح، اللي هو التلت انجل والسيرفس ازيموث. فور ماكسيمم سولار راديشن السيرفس ازيموث هاز تو بي ايكوال تو ذا سانز ازيموث، او عفوا السيرفس ازيموث از ايكوال تو ذا سولار ازيموث. فالسولار ازيموث اللي هو نسوي له كالكوليت من هذه المعادله لازم يكون نفسه اللي هو السان ازيموث، السيرفس ازيموث عفوا. شنو معناها؟ معناها لازم دائما البانل تكون موجهه للشمس. فاذا كانت الشمس بهذا المكان فالبانل تكون موجهه بهذا الاتجاه، اذا كانت الشمس موجهه بهذا الاتجاه فالشمس لازم تكون، البانل لازم تكون، الكوليكتر لازم تكون موجهه بالاتجاه. فلازم تكون السيرفس ازيموث از ايكوال تو ذا سولار ازيموث. وشيء ثاني اللي هو البيتا اوبتيمم، لازم اطلع البيتا اوبتيمم. فالبيتا اوبتيمم فور ذس سبيشال كيس لازم تكون شنو؟ اللي هو لاتيتيود ماينس ديكلينيشن. فمعناها شنو؟ معناها البيتا اوبتيوم تتغير كل يوم. طيب فاذا اريد اللي هو ثرو اوت ذا يير فحتكون بيتا اوبتيوم از ايكوال تو لاتيتيود، لانه مرات مثلا لانه الديكلينيشن مرات تكون اللي هو 20 ماينس 23.45 ومره تكون اللي هو بلس 23.45 وتتغير على مرار على مدار السنه. اذا اريد اللي هو اثبت بدل لاتيتيود ماينس هذا ولاتيتيود بلس هذا، اذا اريد اثبتها كل السنه فاخليها بس بيتا اوبتيمم از ايكوال تو لاتيتيود. عند اللاتيتيود مثلا 25 معناها اخلي التلت انجل مال الكوليكتر مالتي نفس اللاتيتيود. اذا اريد اسوي مثلا تراكنج، مثلا اذا اسوي مانوال تراكنج، مثلا اذا اخليه اللي هو ات سمر واذا اخليه ات وينتر، التلت مختلف، بقدر احسبه بيتا اوبتيمم مثلا فور سمر، طيب مثلا ات اللي هو سمر سولستس، حيكون شنو؟ حيكون لاتيتيود ماينس الديكلينيشن، كم الديكلينيشن حيكون؟ اللي هو 23.45 ات سمر سولستس، حيطلع لي الجواب. واذا اريد احسب البيتا اوبتيمم فور وينتر حيكون لاتيتيود ماينس الديكلينيشن اللي هو ماينس 23، يعني حتصير بلس 23.45، هاي فور وينتر يعني. طيب وينتر سولستس. فاحط انجل، اذا اريد اسوي اغير الانجل مثلا في على مدار السيزونال تراكنج يسموه يعني. او اذا ثبتها على مدار السنه اثبتها باتجاه الساوث، طيب ما اريد اغير اللي هو كل مره، ما اريد اغير الازيموث، ما اريد اللي هو احرك البانل مثلا بحيث الشمس تشرق من الشرق وتغرب للغرب، ما اريد اللي هو احرك البانل من هنا لهنا واقعد اغير هم من التلت انجل، اخليها دائما از ايكوال تو، يعني دائما اخليها اللي هو البيتا اوبتيمم. فبدل ما هاي اثبتها باتجاه الساوث اللي هو، لانه الساوث ليش؟ لانه حتكون سوره النون على هذا الاتجاه مثلا النورثن هيمسفير، واثبت الانجل اوف انسيدنس اخليها البيتا اوبتيمم ات ذس بوينت اللي هو اللاتيتيود. طيب هذا اكزامبل ثاني، هذا اكزامبل ثاني اشرفس تلتد، او عفوا اكزامبل هذا على الانجل اوف انسيدنس. فاشرفس تلتد 45 هذه بيتا فروم هوريزونتال، طيب اند بوينتد 10 ديجريز ويست اوف دو ساوث. ويست اوف دو ساوث معناها هذه الازيموث او السيرفس ازيموث. فهذه معناها شنو؟ معناها السيرفس ازيموث از 10. هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طيب بوينتد 10، بما انه ويست فحط بوزيتيف. اذا كانت مثلا 10 ديجريز ايست اوف دو ساوث حتكون نيجاتيف. طيب فعندي البيتا، عندي السيرفس ازيموث، عندي اللاتيتيود، عندي 2 اورز افتر لوكال نون، معناها الاور انجل از ايكوال تو شنو؟ اللي هو 2 اور افتر لوكال نون، معناها ابيرنت سولار تايم ماينس 12 از ايكوال تو 2، معناها 2 تايمز 15 ف 30 ديجريز، هذه الاور انجل. وجون 15 اقدر اطلع منها الديكلينيشن. طيب
فعندي الديكليشن، عندي الاور انجل، عندي اللاتيتيود، عندي البيتا، عندي السيرفس ازيموث. هاي كل الانجلز اللي احتاجهم، لانه من اللاتيتيود والاور انجل والديكليشن اقدر اطلع ال اقدر اطلع الالتيتيود والازيموث مال السن، ومن البيتا والسيرفس ازيموث اقدر اطلع اللي هو الاورينتيشن مال الكولكتر. فبس اعوض بهاي المعادله الطويله انجل اوف انسيدنس، بطلع الانجل اوف انسيدنس، طلعت اللي هو 0 بوينت كوساين انجل اوف انسيدنس 0.769، معناها الكوس الانجل اوف انسيدنس اللي هو كوساين انفرس مع 39.71. لو تلاحظون هذا مو جيد، لانه احنا شنو الاوبتيمال انجل اوف انسيدنس؟ لازم تكون 0 صح؟ فهذه لو تلاحظون فرق جدا عالي، فمعناها شنو؟ معناها لازم اغير هذا التلت، لازم اغير هذا التلت عشان اللي هو حصل الانجل اوف انسيدنس يكون اقل، لازم اخليها 0. فاضل اغير التلت لحد ما اسوي كالكوليشن للتلت بحيث تكون انجل اوف انسيدنس 0، واسوي الاورينتيشن مال الكوليكتر مالتي اللي هو التلت على نفس هذا التلت. طيب فخلصنا من ناحيه الفيكست. طيب اذا بدي اسوي تراكينج، في عندنا نوعين من التراكينج، في عندنا تو اكسس تراكينج اللي هو يسمونه فول تراكينج، وفي عندنا اللي هو وان اكسس تراكينج. فالفول اكسس تراكينج اللي هو يغير الازيموث ويغير التلت. تذكرون احنا قلنا عشان نسوي ماكسيمايز السولار راديشن لازم يكون السيرفس ازيموث ايكوال تو ذا سولار ازيموث. طيب ولازم يكون ولازم يكون الانجل اوف انسيدنس دائما از ايكوال تو زيرو. طيب هذه كلها سبيشال كيسز. اذا بدي احسب الانجل اوف انسيدنس دائما ايكوال تو زيرو لازم احسب التلت ات ايتش بوينت ات ايتش بوزيشن اوف ذا سن. فهذه فول تراكنج اللي هو يتاكد من انه دائما الانجل اوف انسيدنس از زيرو. طيب ودائما دي ازيموث سيرفس ازيموث از ايكوال تو ذا سولار ازيموث. فهذه فول تراكنج. وفي عندنا انواع لل وان اكسس تراكنج. في عندنا البولر اكسس. طبعا هذا البولر اكسس هو يعني مثل النظري لحد الان، يعني مو مطبق، لكن انه الاكسس اوف روتيشن مال الـ مال الـ مال الكولكتر يكون بارلل تو ذا اكسس اوف روتيشن مال السن، مال عفوا مال الايرث. شايفين الايرث وهذا الاكسس اوف روتيشن مالتها، احنا قلنا اللي هو مايل 23.45. هذا اذا اقدر اخلي البانل الدور حوالين هذا الاكسس يعني بارلل تو ذيس اكسس حيكون عندي تراكنج. طيب واقدر اغير اللي هو اسوي نورث ساوث هوريزونتال، معناها شنو؟ معناها روتيشن اراوند ذا ايست ويست اكسس. هذا شنو يغير؟ هذا تشينجز تلت تلت انجل اللي هو يغير البيتا. فهذا شنو النورث ساوث هوريزونتال او الايست ويست تراكينج يدور حوالين الايست ويست. لو تلاحظون يدور بهالشكل، فيدور حوالين الايست ويست معناها غير التلت انجل، اغير التلت انجل بحيث اخليها دائما الاوبتيمم تلت انجل. طيب هذا ما يغير الازيموث. اما في عندي هذا الايست ويست هوريزونتال معناها اراوند ذا نورث ساوث اكسس، طيب معناها يدور حوالين هذا، معناها البانل ممكن تروح يعني بهالاتجاه ممكن تكون بهالاتجاه. هذا شنو يغير؟ هذا يغير الازيموث، هذا يغير السيرفس ازيموث. طيب الازيموث اوف سيرفس. والفول تراكنج يغيرهم اثنيناتهم. طيب فطبعا الفول تراكنج دائما يحرص على الانجل اوف انسيدنس از ايكوال تو زيرو، ودائما السيرفس السيرفس ازيموث انجل از ايكوال تو ذا سولار ازيموث انجل. شايفين؟ طيب اذا اريد البيتا اوبتيمم فور اني بوزيشن اوف ذا سن، يعني مو شرط سولار تايم، مو شرط اللي هو سولار نون عفوا، اقدر استخدم هذا اقدر استخدم هذه المعادله. احنا قلنا انه اتوقع قلت لكم انا هذه الثيتا از ايكوال تو 90 ماينس الفا بلس بيتا تنفع بس اللي هو ات شو اسمه تنفع بس اللي هو ات سولار نون، لكن هي بالحقيقه تنفع ات اني بوزيشن. الايكويجن الثاني اللي هي هذه اللي هو 90 ماينس اللي هو لاتيتيود بلس ديكلينيشن، هذه اللي هو القانون هذا وين اللي هو كان هذا القانون راح هذا ينفع بس ات سولار نون. طيب لكن القانون الثاني ينفع ات اني بوزيشن اوف ذا سن ان ذا سكاي، هذا اللي هو اذا كان اللي هو دائما قاعد يسوي تراكنج، اذا كان دائما البانل موجه باتجاه الشمس نفس الازيموث، فاقدر استعمل هذا اقدر استعمل هذا القانون اللي هو انجل اوف انسيدنس ايكوال تو 90 ماينس الفا بلس بيتا. طيب بس اعذرون على الخطا يعني
مو هذا خربط بينه وبين هذاك القانون. فاقدر استعمل هذا القانون اذا اريد اسوي اوبتمايزيشن، فهذا القانون هو دائما يضبط. طيب هذا القانون اذا كان دائما الازيموث سيرفيس ازيموث از ايكوال تو ذا سورا الازيموث، فهذا القانون صح اللي هو بيتا اوبتيم از ايكوال تو 90 ماينس التيتيود. طيب شنو معنى 90 ماينس التيتيود؟ معناها بيتا اوبتيمم طيب از ايكوال تو زينث، صح؟ لانه الزينث هي 90 ماينس التيتيود. معناها for any position of the sun in the sky for a fixed surface the beta optimum is equal to the zenith. إذا بس أعرف الزينث مال السن at this position at this time، أحط أسوي facing للكوليكتر باتجاه الشمس من ناحية surface azimuth is equal to solar azimuth، والبيتا optimum من ناحية التلت أنجل حتكون is equal to the zenith. طيب فspecial case من هذه اللي هو الزينث، فهنا 90 minus altitude، فهنا اقدر اعوض الالتيتيود بدالها اللي هو هذه 90 ماينس لاتيتيود بلس ديكلينيشن. هذه المعادله بس تنفع تسرى النون، لكن هذه المعادله انجل اوف انسيدنس تنفع ات اني بوينت اف ذا سولار ازيموث از ايكوال تو ذا سيرفيس ازيموث. طيب فهذه ترو اف سولار ازيموث از ايكوال تو سان ازيموث، او سولار ازيموث از ايكوال تو سيرفيس ازيموث عفوا. اذا كانت هذه فهذه المعادله صح. طيب for a fixed surface يعني، أو حتى for tracking يعني. ف if the surface azimuth is equal to the solar azimuth فهذه المعادلة صح الـ angle of incidence. فمعناها شنو؟ إذا أريد اللي هو الـ angle of incidence to be equal to zero هتكون اللي هو alpha plus beta is equal to 90 أو beta optimum is equal to 90 minus alpha. فهذه برضو القانون اللي هو دائما يضبط إذا كان الـ surface azimuth is equal to the solar azimuth. Special case إني أحسب الالتيتيود اللي هو من هذا القانون اللي هو إذا كان اللي هو سورر نون، هذا special case، لكن هذا بشكل عام. فالفول تراكينج شو يسوي؟ الفول تراكينج يحرص إنه سورر السيرفس أزموث اللي كود سورر أزموث معناها اللي هو دائما معناها هذا هذه الإيكويشن ضابطة، معناها بيتا أوبتيمم زي كود 90 ماينس التيتيود، معناها البيتا أوبتيمم زي كود ذا زينث أنجل. طيب البيتا أوبتيمم زي كود ذا زينث أنجل، فزينث أنجل at each position of the sky position of the sun in the sky. فلو تلاحظون هاي من ناحية الـ solar flux اللي هو بالـ summer solstice هذا، وهذا الـ equinox وهذا الـ winter solstice. طبعا الـ equinox أكيد اللي هو بالـ spring ولا بالـ autumn أكثر من الـ winter، والـ summer أكثر منهم كلهم. فطبعا angle of incidence equal to zero. طيب الـ angle of incidence for polar axis هذا القانون مالته، الـ angle of incidence is always equal to the declination. طيب اذا عندي horizontal east west axis with north south tracking اللي هو هذا الكيس north south اللي هو tracking with شو اسمه، او لا عفوا اذا كان عندي اذا كان عندي north south tracking اللي هو سي هذا، طيب with east west axis اللي هو هذا اللي غير التلت، فهذا القانون مع angle of incidence. طيب واذا كان عندي horizontal north south axis with east west tracking فهذا القانون مع angle of incidence. فإذا كان عندي horizontal one axis tracking سواء north south ولا east west، ولا إذا كان عندي polar، طيب هذا القوانين مالته مع angle of incidence. for full tracking the angle of incidence zero، و for fixed surface اللي هو هذا angle of incidence القانون مالتها. فهذا القانون ينفع إذا إذا أحسب angle of incidence for a fixed surface، لكن إذا أحسب tracking اللي هو هاي القوانين. طيب هذا اللي هو يقارن بين full tracking وال east west polar وال north south horizontal وال east west horizontal، يقارن يعطيني solar energy received اللي هو at winter solstice اللي هو throughout the day و at summer solstice و at equinox. طبعا يعتبر هو الفول tracking اللي هو 100% ويشوف نسبة كل tracking كم الانرجي اللي يطلعها بالنسبة للفول tracking. لو تلاحظون polar يطلع 100% at equinox، 91% 91.7% 91.7% at summer solstice و winter solstice، فجدا جدا قريب. والنورث ساوث هوريزونتال هو اقرب شيء عليه، يعني هو افضل شيء بعده 89.1 97.7 60.9. فمن هذا الجدول نستنتج انه الانرجي از برسنتج من ناحيه الايست ويست بورر والنورث ساوث هوريزونتال قريبه جدا من الفول تراكنج، وبالتالي هذولا از ذا موست افكتيف. طبعا ليش هذا الكلام؟ لانه الفول تراكنج جدا يعني معقد ويحتاج مينتيننس وكوستلي وكذا. فاذا اقدر اللي هو اقلل هذا التراكنج، ما في داعي اسوي فول تراكنج، اقدر اغير بس مثلا التلت انجل بالنورث ساوث هوريزونتال، ممكن استفاد منها يعني اقلل الكوست واقلل المينتنس.
طبعا لو تلاحظون اللي هو هذيك كلها ايكويجنز اللي هو السمباث دايجرام، واحسب الالتيتيود واحسب الازيموت واحسب السنرايز والسنست والدي لينث وكذا، بدل هاي الايكويجنز كلها اقدر يكون عندي شيء اسمه السمباث دايجرام. يكون عندي الدايجرام مال سيرتن لاتيتيود سيرتن لوكيشن ثرو اوت ذا يير. شو يسوي البلوت؟ يسوي البلوت اللي هو الالتيتيود اون ذا واي اكسس والازيموت اون ذا اكس اكسس فور ا سبيسيفيك لاتيتيود. طيب طبعا ليش؟ لانه الالتيتيود والازيموت على شنو يعتمدوا؟ يعتمدوا على اللاتيتيود والديكلينيشن والاور انجل اللي هي بالايكويجنز هذيك الايكويجنز صح. ف بهذه الايكويجنز وينهم لاتيتيود تعتمد على اللاتيتيود والديكلينيشن والاور انجل، ونفس الشيء الازيموت تعتمد على اللي هو الاور انجل والديكلينيشن والالتيتيود اللي تعتمد على البقيه. فعشان اعرف اللي هو الالتيتيود اون ذا واي اكسس والازيموت اون ذا اكس اكسس عشان اسوي لهم بلوت، احتاج اعرف اللاتيتيود والديكلينيشن والاور انجل. فشنو عادة يسوون؟ يسوون بلوت عشان لا اضطر استخدم الايكويشن كل مره. الالتيتيود اون ذا واي اكسس والازيموث اون ذا اكس اكسس فور سيرتن لاتيتيود، يعني لكل لوكيشن لكل لاتيتيود عندي اللي هو سام باث دايجرام. فخلصنا من اللاتيتيود. طيب الاور انجل اللي هو كل نقطه هنا تمثل اور انجل along this curve. شايفين مثلا عندي هذا الكيرف، طيب كل نقطه على هذا الكيرف تمثل اور انجل، بحيث اللي هو النون هاز دي هاي السولار التيتيود، وكل خط في خطوط متوازيه صح قاعد تشوفوها تقريبا متوازيه، كل خط هذا يمثل شنو؟ يمثل ديكلينيشن، يمثل دي اوف ذا يير. فعندي اللاتيتيود فور سبيسيفيك لوكيشن، عندي الاور انجل طيب، وعندي ديكلينيشن اطلع منهم سولار التيتيود والازيموث. فمثلا اذا عندي اللاتيتيود وعندي مثلا فور 11 او ال 11 اللي هو الابيرنت سولار تايم، فور مثلا اللي هو ازيموث انجل كذا، اقدر فور ديكلينيشن كذا اروح اطلع اللي هو الالتيتيود واطلع الازيموث بكل سهوله. طيب خلصنا يعني الحمد لله من ناحيه اللي هو ناحيه السولر او السنز بوزيشن، كنا نقدر نمثلها من خلال الالتيتيود ومن خلال السولر ازيموث، وانه السيرفس اقدر امثله من خلال التلت انجل ومن خلال السيرفس ازيموث، وشو علاقه بيناتهم، وشنو البيتا اوبتيمم، شنو الفول تراكنج، وشنو الوان اكس تراكنج، وشنو الفيكست تلت سيرفس وكذا. طيب هسه نجي على اجهزه القياس، كيف اقيس اللي هو سولار راديشن. في عندي تقريبا جهازين، في جهاز يسمونه البايرانوميتر اللي هو يقيس التوتال راديشن اللي هو بيم بلس ديفيوز، هذا يسمونه الجلوبال هوريزونتال ايريديانس، طيب اللي هو يجمع البيم بلس ديفيوز، او يقدر يحسب بعد اللي هو الجلوبال تلتد ايريدنس. لو تشوفون بالبيبرز ولا بالويب سايت ولا كذا، الجلوبال تلتد ايريدنس يعني هاو ماتش از ذا توتال راديشن انسيدنت اون ا تلتد سيرفيس، والجلوبال هوريزونتال ايريدنس اللي هو هاو ماتش توتال راديشن انسيدنت اون ا هوريزونتال سيرفيس. طيب فيطلع لي التوتال. وعندك عندنا البرايهيليوميتر، برايهيليوميتر يحسب لي البيم راديشن، هذا يسمونه الدي ان اي دايركت نورمال ريدينس، هذا يحسب لي البيم راديشن، هذا برايهيليوميتر. طيب ف خلينا نعرف اللي هو شنو البراينوميتر. براينوميتر مكون من شنو؟ من جلاس خارجي طيب وجلاس داخلي، وعندي كربون ديسك. طيب هذا الكربون ديسك اتاكد من انه السن لما السن راي لما تدخل اتاكد من انه هذا الكربون ديسك يمتص اللي هو السولار سبيكتروم كامل بالويف لينكس كامله، ما اللي هو مو يكون اللي هو الويف لينكس مالته بس يعني خارج السولار سبيكتروم. طيب فاتاكد من انه الابسوربشن مالته اللي هو مال الهول سولار سبيكتروم، وعندي مثلا هم مثل الريفرنس ديسك طيب ما يكون موجه للسولار راديشن، فواحد اللي هو يمتص السولار راديشن وواحد ما يمتص. فشو الفكره مالته؟ انه اللي يمتص السولار راديشن حترتفع درجه حرارته، والثاني اللي ما يمتص ما حترتفع درجه حرارته. طبعا ممكن يكون عندنا درجات حراره جايه من مثلا من السراوندينج، او مثلا هنا عندي يعني هوت سيرفيس ويجي هنا، لكن اي يعني سورس اوف هيت اذر ذان ذا سن ريز حتاثر على الاثنين، فحتزيد درجه حرارتهم اثنيناتهم. فاذا مثلا هذه كانت 60 و70 طيب، فاذا تجي مثلا حراره من شيء ثاني غير السنز غير السن ري حتصير هاي 70 وهاي 80، فالديفرنس ثابت طيب، او الديفرنس اللي هو يعتمد على السن ريز.
فإذا أريد إذا مثلا أخلي واحد اللي هو يمتص الأشعة واحد ما يمتص الأشعة، وأحسب اللي هو من خلال temperature sensor اللي هو هذا الخمسة، أحسب اللي هو temperature difference between this one and this one. فالtemperature difference طيب is proportional to the solar radiation. طيب فهي الفكرة مالته، انه احسب temperature sensor واطلع هذا الاوتبوت. طيب والtemperature difference هو كله يعتمد proportion to the solar radiation، كل ما زاد solar radiation كل ما زاد temperature difference. طبعا في عندي هنا الايت هذه اللي هو مثل السكروز عشان اعدل اللي هو التلت مالتها، ممكن اخليه هوريزنتال عشان احسب الجلوبال هوريزنتال، ممكن ارفع هاي ممكن يكون يعني هيك بهالشكل يكون مايل. طيب هذا الشكل يكون مايل، فاقدر احسب اللي هو الجلوبال تلت الريديانس. طيب طبعا هذا القانون هو نفسه اللي هو مثلا اذا كان عندي كولكتر هذا مال هوريزنتال، فعندي اللي هو السن راي اللي هو داخل هنا، انا قلت لكم الافكتيف اللي هو هذا الانسيدنت صح النورمال. فشنو الانسيدنت؟ عباره عن اللي هو دايركت نورمال اللي هو الاي بيم نورمال او دايركت نورمال. طبعا البيم نورمال هذا هو نفسه دي ان اي. طيب طبعا هو ما ادري ايش يستعملون بصراحه هاي الرموز، يعني احسها شوي تعبانه لانه غالبا بالبيبرز ولا بالويب سايت ولا كذا يستعملون دي ان اي. المهم انه اي بي ان از ايكوال تو دي ان اي اللي هو هذا السري. اذا اضرب هذا الدي ان اي ضرب كوساين الانجل اوف انسنس هذه حيطلع لي الافكتيف بيم بلس الديفيوز هوريزنتال. الديفيوز هوريزنتال اللي يجي من كل الاتجاهات، اللي يجي من هنا واللي يجي من هنا يجي بهالاتجاهات صح. فالديفيوز هوريزنتال كامل زائد الافكتيف بيم اللي هو البيم نورمال او الدايركت نورمال ديز تايمز كوساين انجل اوف انسنس حيطلع لي التوتال هوريزنتال، او هذا نفسه توتال هوريزنتال ونفس الجلوبال هوريزنتال الريدينس هذا الجلوبال. وطبعا اي دي اتش اللي هو نفسه الديفيوزد هوريزنتال الريدينس. فهذا دي اتش اللي ديفيوز هوريزنتال، بي ان اللي هو الدي ان اي دايركت نورمال الريدينس، والاي تي اتش اللي هو جلوبال هوريزنتال الريدينس. طبعا قلت لكم اليوم ممكن يحسب الجلوبال تلت الريدينس جي تي اي اذا رفعنا هذا او رفعنا هذا. طيب طبعا الجلاس اذا اخترت اللي هو سيليكا جلاس هذا الجلاس الخارجي حيقدر يسوي لي مجال للشورت ويف راديشن اللي جايه من السن. اذا اريد اللي هو الفول سبيكتروم لازم استعمل البوليثيلين عشان اعرف اللي اللونج والشورت ويف، عشان اللي هو السولار سبيكتروم كامل عشان اخذه كله. طيب ما اخذ بس الشورت ويف، ما اخذ اللي هو بس هذا اذا استعمل سيليكا جل، لا اخذه كله البوليثيلين. طيب فهذه اللي هو طريقه عشان احسب اللي هو التوتال هوريزونتال صح، عشان احسب اللي هو جي اتش اي او فهذا البايرونوميتر يعطيني ايذر جي اتش اي اور جي تي اي صح. طيب اذا يد احسب الدايركت نورمال ريدينس ولا اي ديفيوز هوريزونتال دي اتش اي ديفيوز هوريزونتال ريدينس كيف؟ اقدر استعمل شيء اسمه الشادو باند بايرونوميتر، استخدم مثل الشادو طيب شيء يغطي السن دايركت ري، شايف هذا الري اللي جاي مباشره من السن، استخدم شيء يمنع هذا السري. طيب بحيث اللي هو الافكتيف الراديشن الجاي على هذا بس الديفيوز، فهذا معناها راح يقيس بس الديفيوز، هذا راح يقيس ديفيوز هوريزونتال ريدينس او اللي يسمونه اي دي اتش، فهذا الشادو باند بايرونوميتر. طيب بما انه بالبايرونوميتر اقدر احسب الجي اتش اي بشكل عام، او اقدر احسب الجي تي اي، واقدر احسب الديفيوز هوريزونتال ريدينس اذا استخدم هذا الشادو باند. طيب هل اقدر احسب البيم نورمال؟ نعم، هاي الاكويجن، من هاي الاكويجن بما انه عندي التوتال هوريزونتال من البايرونوميتر العادي والديفيوز هوريزونتال من الشادو باند بايرونوميتر وعندي الانجل اوف انسيدنس اقدر احسب البيم نورمال ريدينس ات اني بوينت، فصار عندي الدي ان اي دي اتش اي وعندي الجلوبال هوريزونتال او الجلوبال تلتد، فاقدر احسب منه كل شيء. او عندي طريقه ثانيه، طبعا هذه الاورينتيشن مالتها، او عندي طريقه ثانيه عشان احسب اللي هو البيم نورمال ريدينس او الدي ان اي، استخدم البرايهيليومتر. البرايهيليومتر شنو مبدا عمله؟ نفس الشيء عندنا تو سيرفيسز يسمونهم منجنين اللي هو عباره عن كوبر منجنيز اند نيكل. طيب واحد منهم اكسبوز تو سولار راديشن وواحد ثاني مو اكسبوزد، وطبعا الاكسبوز تو سولار راديشن اللي هو قاعد ترتفع درجه حرارته، فنفس الكونسبت. لكن هنا بدل ما اقيس اللي هو التمبرتشر ديفرنس اللي هو بين ذيس تو بليتس، ايش راح اسوي؟ البليت الثانيه اللي موجوده داخل البرايهيليومتر حسخنها، حسوي سبلاي الكرنت، حسوي حدخل لها الكتريسيتي وحيرتفع.
طبعا درجة طبعا الباور اللي قاعد تصير اللي هو اي سكوير ار صح؟ نعرف اللي هو بي از ايكوال تو اي سكوير ار. فأظل اسخنها لحد ما التمبريتشر سنسر قاعد يقرا نفس التمبريتشر للاثنين. احسب الكرنت اللي استخدمته وهذا الكرنت طيب الكرنت سكوير is proportional to the radians. فأنا لو تلاحظون هناك كان العكس يعني او يعني هناك شوي كان مختلف بالبارانوميتر. كنا نحسب اللي هو temperature difference is proportional to the sun radiation. اما هنا الكرنت سكوير هو اللي يأثر على الراديشن او هو لانه كرنت سكوير هنا قاعد we are supplying current to reach the same temperature at the surface exposed to the sun ray. وعلى لما يوصل the same temperature احسب الكرنت وهذا الكرنت يعني is proportional to the sun radiation. عندي مثلا معادلة معينة احسب منها الراديشن. طيب فهذا البراهيليوميتر هذه اللي هو الديفرنت كومبوننتس وفي اللي هو براكتس بروبلمز. طبعا ما اعطيتنا الدكتور الميجر سيتيز لاتيتيود اند لونجيتيود كورسبوندينج تايم زونز كان بي فاوند ان ذا فولوينج لينك اذا حابين يعني تعرفون مالتهم. وبكذا نكون خلصنا التشابتر ان شاء الله اكون وفقت بشرحه. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار اسالوني تحت مكان التعليقات والسلام عليكم.